الحقيقة لكي الشخص متعقل، معناه عاقل ليس مجنون ولكن متعقل، نتعقل جميعا أنتم ونحن معا، نتعقل جميعا. وقراءة والقوص في تاريخ الإسلام ومحمد وإلى ما ذلك، وأيضا في بعض الحلقات أيضا نتطرق للمواضيع المسيحية أيضا لكي تعرفون الحق، من تتبع محمد أم الرب يسوع المسيح. هذه موضوعات مهمة جدا من قناة الآرامية تأتيكم، فرجعتم معنا في هذه الحلقة، لأن هذه الحلقة مهمة جدا. ما هو سبب الغزوات اللي غزاهم محمد رسول الإسلام؟ هناك عدة غزوات كثيرة جدا، لذلك المسلمون اختلفوا عن عدد غزوات الرسول. ليس كل المسلمون يقولون هي الغزوات هذا عددها، اختلفوا. اختلفوا بين الغزوة وبين السرية، والغزوة من شارك بها محمد بنفسه، والسرية من بعث محمد أناس آخرين وهو كان مستريح في بيته أو كان في مأمورية أخرى يعني. يعني هو لم يشارك بالحرب، ولكن الحرب كانت من بأمر محمد، لأنه هو القائد السياسي في ذلك الوقت. أناس أبرياء تم قتلهم، أموال تم نهبها، قُصّر تم اختطافهم، نساء تم اغتصابهم، بيوت، حقول، دور، شجر، نخيل تم حرقه، أناس تم حرقهم بالنار، أناس تم ذبحهم. هل كل هؤلاء اللي حاربهم محمد من أجل الإسلام؟ هل كان يعرض عليهم الإسلام؟ الصحابة المشاركين في هذه الغزوات اللي شاركوا محمد، ما هي الفائدة؟ هل لهم فائدة أنهم يدخلون الجنة؟ أم كانت لهم مكافآت مادية؟ هل كانوا يقبضون من محمد معاشات؟ هل كان لهم سهم في النساء السبايا؟ هل كانوا عندهم جواري في بيوتهم؟ ما هي وظيفة صحابة محمد؟ أكثر من 12 ألف صحابي تذكر لنا كتب السير، ليست سيرة، هي السير بالحقيقة، لأن عدة سيرة. طبعا اختلفوا نفس القصة، اختلفوا على عدد الصحابة، ولكن جمعا ما يقارب أو أكثر من 12 ألف صحابي مقاتل. هل هؤلاء الجيش اللي كانوا يقاتلون من أجل محمد من أجل الجنة، هل كانوا بالفعل يصلون ويصومون ويخافون الله؟ بعد وفاة محمد ماذا حصل لهم؟ هل تعلموا من رسولهم أنهم ينشرون المحبة والسلام والتسامح؟ كيف ماتوا؟ من منهم تزوج زواج شرعي؟ زوجات محمد أيضا، ليس فقط الصحابة. أنا لا ألوم الآن الناس الآخرين، لأن قائد الجيش موجود. زوجات محمد هل هم زواج شرعي؟ يعني رجل لبس ملابس النظيفة وراح إلى بيت، دق الباب ودخل وشرب شاي وخطب بنتهم، أنا رسول وأريد أتزوج بنتكم، هل بالفعل حصل؟ هل نساء محمد يعرفون لغة محمد أصلا؟ هل كانوا عرب؟ هذه كلها مواضيع مهمة جدا لكي توصلون للحقيقة، أن هذا الشخص كيف كان يعيش ومن هو بالذات، وهل يستحق تعطيه مرتبة وتسميه نبي، يعني متكلم مع الله، يعني هو الموصل لك الرسالة من الله. هل كان يخاف من الله بالفعل؟ إذا كانت هذه أوامر الله وعنده جنة وأصحاب محمد ومحمد في الجنة نفسها، إذن هذا المكان لا نتمناه لأحد أبدا، لأنه خطير جدا جدا جدا. صحابة محمد وصل بهم الأمر يقتلوا بعضهم البعض، محمد نفسه، الصحابة حاولوا أن يختالوه، زوجات محمد نفسهم شربوا محمد مادة لكي يموت بها وهو السم، وبالفعل هذا اللي حصل. ماذا كان يحصل في ذلك الوقت؟ ماذا تقول لنا الكتب الإسلامية؟ هل الصورة واضحة أم لا؟ قناة الآرامية تتبنى هذا الموضوع لكي توصلكم هذه الرسالة. فرجاء الأخوة اللي موجودين معنا، تكبيس على الشاشة ومشاركة الحلقة مع الآخرين، مشاركات مهمة جدا. يعني كم ما كانت مشاركات عالية، التيك توك يقترح الحلقة على الآخرين وتطلع ترند،
والأخوة أيضا يشاهدون هذه الحلقة. الهدف من الترند ومن التكبيس ومن المشاركات أن الرسالة توصل للآخرين، والأغنات الآرامية لا راح ما راح تستفاد من المشاركات شيء، ولا راح تستفاد من عدد المشاهدات شيء آخر، ولا راح تستفاد من التكبيس شيء. هي مجرد الهدايا، وهدايا طبعا احنا ما راح نطلب هدايا، انت حر تبعت هدايا وما تبعت هدايا، هذا الامر راجع لك. ولكن التكبيس كمجاني، فرجاء كبسونا على الشاشه، المشاركه كمجانيه، شاركونا الحلقه مع الاخرين. خوارزميات هيك برامج مثل التيك توك وغيره تعتمد على هذه الحلقه، لها مشاركات كثيره، هي حلقه مهمه من وجهه نظرهم. الحلقه لها تكبيس كثير، فمن وجهه نظرهم لها تاثير في أناس كثير بيتفاعلون مع هذه الحلقة. الحلقة توصل للآخرين. محتاجين مشاركاتكم في هذه الحلقة وتكبيسكم على الشاشة، وشاركونا الحلقة مع الآخرين. خلونا نرحب معد هذا البرنامج اللي هو أخ حسين علاقي. حسين علاقي من خلفية إسلامية يتبع الرب يسوع المسيح، وهو معد لهذه البرامج من خلال قناة الآرامية، وهو صاحب برنامج الحوار العقلاني. أخوي حسين، سلام ونعم لك، وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. سلام ونعمة أخ كريم، تحية لك ولكل الأخوة والأخوات العاملين في قناة الآرامية الفضائية وكل المشاهدين. شكرا جزيلا أستاذ حسين. تحية للجميع، أتمنى أخوان وأخواتي تكبيس ومشاركة لهذا اللايف، مهم جدا أنه إحنا نشارك اللايف ونكبس وندعم الصفحات التي تظهر في شاشة القناة. أتمنى منكم عمل مشاركات لأصدقائكم. شكرا جزيلا، شكرا استاذ حسين. وكما قال حسين اخ اخواني، خلونا من الان نبدا بالتكبيس والمشاركات. والحلقه هي من برنامجكم الحوار العقلاني، غزوات محمد واسبابها. وقبل لا نبدا في هذه الحلقه، دائما عودناكم ودائما نتكلم معكم في الاخبار الترند اللي موجوده بالعالم، واليوم هناك اخبار كلكم تعرفون بها، وهي الانتخابات الامريكيه في امريكا، والشخص المؤمن اللي عايش في أمريكا وحتى اللي خارج أمريكا أيضا، من إخواننا اللي يتكلمون اللغة العربية ويسمعون هذا اللي يشاهدون هذه الحلقات، مهم جدا أنكم تعرفون هي ليست مجرد انتخابات وليست مجرد كراسي، ولا هي هكذا نعم، ولكن ليست مجرد هذه رسالتها، وليست مجرد أنصار ترامب أو أنصار كاميليا هاريس وغيرهم، وهناك بالفعل حرب روحية ما بين الشر وما بين الخير. هناك حرب روحية، وأطفالكم وأولادكم وحياتكم ومستقبلكم بيد أناس يتصارعون على كراسي. هذه الكراسي هي لها حرب روحية أيضا. هناك شخص الرب يوضعه في هذا المنصب، وهناك أشخاص آخرين يريدون يأثرون على هذا الشخص لكي يبعدونه من هذا المنصب، لأنه مسيحي وهو الوحيد اللي رفع الكتاب المقدس في أرجاء أمريكا، وهو الوحيد اللي يتكلم باسم المسيح والمسيحيين، هو الوحيد اللي يظهر بالكنائس وأمام الناس وما بين الجموع يصلي ويطلب الرب يسوع المسيح. ولكن هناك ناس لا نعرفهم من هم، بالفعل لا نعرفهم بماذا يتدينون، حتى لو عرفنا دينهم مش واضح لكل الناس. مش فقط الدين والتدين هو الموضوع، الموضوع هو الحرب ما بين الخير والشر. مستقبل أولادكم بالمدارس أيضا مرهون على هذا، مستقبل الحياة أيضا في أمريكا مرهون على هذا. لا نعلم ماذا يحصل، كله بيد الرب يسوع المسيح. فرجاء خلونا في هذا الوقت نصلي ونطلب الرب، ونمد نطلب من الرب أنه يمد يده ويختار المناسب. طبعا هذه الأصوات، كل شخص هو حر يختار الشخص المناسب له. نحن دورنا في الآرامية نضع لكم النغاط على الحروف، ونضع لكم اللائحة أمامكم. هم المرشحين اثنين، هناك امرأة تدعم المسلمين بكل قواها، وهدف المسلمين، وأنا وحق حسين من خلفية إسلامية نعرف هدف المسلمين ونعرف هدف إيران ماذا. وبالأمس الغريب جدا، المحكمة في واشنطن في أمريكا وجدت وثائق تأكد أن المخابرات السعودية جديدا، هذا بالأمس، وراح بالأيام القليلة الأربعة الخمسة الماضية راح تسمعون أيضا أخبار
عجيبة على هذا الموضوع. وجدت وثائق وفيديوهات، مش فقط وثائق، فيديوهات مسجلة مرتبطة بالطيارين اللي خطفوا طائرتين وضربوا الأبراج في أمريكا في 11 سبتمبر. الحادثة من 20 سنة. وجدوا فيديو الآن المخابرات الأمريكية، والفيديو مرتبط بوزارة وزارة العدل، وزارة الطيران، يعني مرتبطة ارتباط قوي جدا بالسعودية، ومن كبار المسؤولين بالسعودية متورطين في هذا الموضوع. والمحكمة الآن في أمريكا تغيرت كل مجراها. ماذا يخطط المسلمين؟ ماذا يريدون من دول الغرب؟ لماذا إيران يدعم كاميليا هارس؟ إذا أجت كاميليا هارس هي تحكم أمريكا ما بتحكم إيران، إيران شو دخلها بالموضوع؟ لماذا الدول الإسلامية المتشددة، الأخوان وغيرهم وغيرهم، يدعمون كاميليا هارس ويعملوا لها هناك احتفالات بإيران؟ وهي أمرأة على فكرة، هي لو أجت إيران بهيك شكلها، بس مش كاميليا هارس، لازم تغير وجهها، يعني لو غيرت وجهها بنفسها إيران يحبسها، غير محجبة ومتبرجة إيران نفسها يحبسها. ولكن إيران الآن لأنها هي ضد ترامب يدعمها بكل قوة. هناك خصصوا لها ميزانية هائلة جدا، هناك قنوات تلفزيونية مخصصة من إيران تتكلم الإيرانيين اللي عددهم كبير جدا في أمريكا، تريدهم هم ينتخبون كاميليا هارس وهم يكونون مؤثرين على الآخرين، وفيها دفع أموال وفيها بزنس وفيها ما فيها وفيها أمور كثيرة جدا. المهم نبعد ترامب عن الساحة. ليش؟ شو دخلكم بدول تانية؟ ما نعرف. هناك أيضا مخابرات إسرائيل، وجدوا داخل المخابرات الإسرائيلية، ليسوا إسرائيليين ولكن ناس يقولون عنهم خائنين إسرائيليين، يعني وجدوا أنهم في المخابرات وتزوير الانتخابات وقصص وروايات وحكايات، وأنا ما بعرف هاي التفاصيل، يعني باخذين بالإنترنت ويعملون إيميلات وبعتون إيميلات وبعتون على أرقام التليفونات رسائل وهكذا. يعني كل هذه تروج. لماذا يروجون لكاميليا هارس؟ إذا أجت شو بيحصل؟ حماس تنتصر؟ تمحى إسرائيل من الوجود بالكامل؟ إيران يمتلك النووي؟ يضرب السعودية وقطر والكويت نووي؟ يحط يعني وزارة الخارجية في السعودية؟ ماذا يريد يعمل؟ شو يريد يحصل؟ فبالفعل هو في حرب بين الخير والشر. أنتم اللي موجودين داخل ممكن ما مهتمين بهذه المواضيع، مهتمين بحياتكم، وهذا رائع جدا، ليس ضد الكتاب. الكتاب يقول لك اهتم بحياتك، اهتم ببيتك، بزوجتك، بأولادك، بماذا يشربون، ماذا يلبسون، هذا رائع جدا ومهم جدا. ولكن الأيام الغادمة أيضا لازم تكون عقلاني، لازم تفكر بالموضوع. أنا لا أتهم شخص أنه بدون عقل، وكلمة العقلاني هي لكلنا، نتعقل، نتعقل يعني ندرس نفهم كلنا مع بعض. الأيام الماضية اللي مقبلة شو بيريد يحصل بها؟ شو التخطيط اللي وراء هذه الحملة؟ بايدن سقط وتنازل، كاميليا هارس رشحوها هي، هو شو اسمه هذا بايدن اللي رشحها، وبايدن هو الرئيس المخلوع والرئيس اللي سقط في المناظرة. الحزب كله سقط، ولكن هذا الحزب نفسه أقام شخصية جديدة لمحاربة ترامب، وبدأوا يدفعوا لها حملات تبرع وقصص وروايات وحكايات، وتعرفون أحسن مني، أنتم غايسين بالأخبار هذه تعرفونها تقريبا أحسن مني، لأني أنا ما بتكلم بالسياسة وليس شخصا سياسيا. بس بالفعل هناك حرب، فعليك أن تختار لمستقبلك ومستقبل أولادك ومستقبل حياتك ومستقبل كلمة الرب يسوع المسيح. هل يحضر الإنجيل في أمريكا؟ هل تخفض كنائس؟ هل وهل 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 وأمور كثيرة جدا إحنا لا نعلمها، إحنا لا نجزم، إحنا نعرف الحقيقة، كل هذه خلف الكواليس. ولكن الكتاب المقدس خصوصا في سفر الرؤيا عندما يتكلم على النبوات المستقبلية، وقال الرب يسوع المسيح بنفسه: يأتونكم بثياب الحملان ولكن هم من الداخل ذئاب خاطفة. هم لم يأتوا بثياب حملان، لأن تاريخهم معروف، تاريخهم مكشوف، ولكن الآن أمام الكاميرات لابسين ملابس كويسة
ومع الحرية ومع فلان ومع فلان ومع هذا ومع هذا. بعد ما يحصلوا على الكرسي شو بيحصل؟ هل تنجبرون مرة أخرى تطلعوا للشوارع تنددون ويسمونكم متمردين على الحكومة وعلى الدولة؟ لأن الآن وقتكم، الآن هو وقت التصويت، الغلم ما دام بإيدك والورقة أمامك، أنت الآن الوقت بإيدك، تستطيع تغرر من هو يحكمك. الصوت الواحد أو الرأي الواحد اللي أنت راح تعطيه في هذا الموضوع راح يكون مؤثر جدا. أنت وأنا وأنت ونحن وكلنا وبيت عمك وبيت خالتك وجيرانك، وإذا تستطيع تتكلم مع آخرين أيضا. الشيء اللي مجربه أحسن من الشيء اللي فيه وعود ولكن أنت ما تعرفه ما هو. المجرب معروف، ترامب كان عندكم موجود وعرفته، وهو رجل بالفعل يعني أحسن من غيره بكثير، أحسن من غيره بكثير جدا. في الوقت الحالي هو أحسن شخصية، ممكن في أحسن من الناس ولكن ليسوا موجودين على الساحة. لا نقول هو المنقذ الأخير، لا هذا غير صحيح، ولكن هو الشخص المناسب الآن. أنا مش أمريكي ولا أنا ساكن في أمريكا، بس الشخص المناسب الآن هو. لماذا؟ أنتم عرفتوا 4 سنين، يعني مهما كانت صعوبات، مهما كانت الأمراض والوباءات وكورونا وغيرها، مهما كانت كان جيدا، كان مناسب، وأنتم لكم القرار. ورجاء أنكم تصلون. الشخص اللي عنده نية أو يوم من الأيام يفكر أنه ينتخب فلان أو أثروا عليه بالشغل بالعمل بالمدرسة على أولادك، كل الحروب هي من كل مكان تأتي. يعني كلكم أعتقد تعملون، وكلكم أعتقد تعرفون محلات وتعرفون ناس وتعرفون عندكم علاقات. يعني أنتم عايشين داخل أمريكا، أنا بتكلم الناس اللي موجودين داخل أمريكا، وحتى الناس اللي مش موجودين داخل أمريكا وعندكم جماعة داخل أمريكا، يجب أن تنصحونهم في هذا الإطار، لأن الموضوع مهم جدا. راح يأثرون عليك من خلال تليفون ومن خلال رسالة ومن خلال عمل ومن خلال شركة تشتغل بيها ومن خلال حتى التاكسي ومن خلال حتى المكان اللي تروح تشتري من عنده أي شيء بالفاتورة وغيرها. فالانتخابات هي مش معناتها تنتخب وفترة لمدة 4 سنين وتخلص، لا. هذه ال4 سنين الجاية ممكن تكون 8 سنين كمان يمددونها ينتخبونهم مرة تانية، لأنهم إذا مسكوا الرئاسة ما راح ينزلون. يعني النزلة مش سهلة، صعودهم الآن هو بإيدكم، بس نزلتهم مش بإيدكم بقى. عندما يأتون على منصب الرئاسة وهم موجودين على فكرة الآن، هي كمان يا هارس هي نائبة الرئيس الآن، كل الإعلام بإيدهم، كل التليفونات بإيدهم، كل المخابرات بإيدهم، كل قنوات التلفزيون الأمريكية بإيدهم، هم الرؤساء الآن حاليا. ولكن إذا صارت هي رئيسة الجمهور راح يكون الوضع أسوأ. فالآن في فرصة يا عزيزي المشاهد أنك تركز على حياتك، على حياة أولادك. احنا نتمنى لكم الخير والصحة والسلامة، نتمنى لكم تعيشون حياة أفضل، نتمنى الإنجيل ينتشر، نتمنى أن أمريكا تدعم طبع الإنجيل، نتمنى أن أمريكا تدعم القنوات التلفزيونية اللي توصل كلام الرب يسوع المسيح كما كانت أمريكا. نتمناها تستمر كما كانت. يأتون يخربونها يوم على يوم، ودول إسلامية عجيبة غريبة كلها متحدة تدعم كماليا هارس ولا نعرف لماذا. طبعا هم يعرفون شو السبب، هم عندهم قصص وروايات، ولكن كل حتى الناس اللي يقول لترامب احنا معاك بالكلام هم بالتحت للتحت يشتغلوا لكماليا هارس. ليش؟ لماذا؟ كيف؟ متى؟ كل هذه لا نعرفها. فهناك حرب روحية، والحرب الروحية هي بتخصكم كمسيحيين وكمواطنين في أمريكا وخارج أمريكا أيضا، ممكن يكون لكم ناس في أمريكا. فرجاء كلكم وكلنا أيضا مع بعض نصلي من أجل هذا الموضوع، وننتخب الشخص المناسب لهذا المنصب. هذا المنصب مش سهل. الكتاب المقدس يقول: وأما عن الرؤساء قلوبهم كجداول مياه بيد الله. فالشخص اللي فاتح قلبه إلى الله هو بالفعل قلبه كجداول مياه بيد الله، بس الشخص اللي ما بيعرف الله ورافعين علم المثلية وغيرها وأمور كثيرة جدا، شو بيدرسون بالمدارس بالمستقبل إذا هم صاروا؟ يعني شو بيدرسون أولادكم؟ هل يفرضون عليكم لازم يكون إجباري بهذه الطريقة من درس ابنك في البيت؟ أما أعرف شو بيصير. يعني لا نستطيع نتنبأ، احنا مش أنبياء، بس احنا بنقرأ الأحداث ونقرأ ما بين السطور اللي موجود.
فالشخص المناسب هو أنا من وجهة نظري هو السيدة ترامب، وأنتم طبعا تختارون ماذا تريدون، هي مهرتين موجودين أو خيارين أو أوبشنين موجودين أمامكم، الشر والخير. من وجهة نظرنا إحنا كانت الآرامية إحنا نقولكم ترامب، وأنتم طبعا أنتم أحرار ما حد يأثر عليكم، بس أغرى الأمور جيدة، رجاء بدون تعصب، أغرى الأمور جيدا، وصلي جيدا، وأطلب الرب يسوع المسيح جيدا في كل خطابات ترامب، مش الآن، حتى قبل الدورة الأولى أصلا. دائما يذكر الرب يسوع المسيح، دائما يتكلم عن المسيحية، ودائما يتكلم عن المسيحيين، ودائما دائما لم نرى من كمال يهرس هذا الموضوع، لم نرى لا هي ولا ذاك الثاني صاحبهم ولا 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 غير، كلهم داعمين للإسلام والمسلمين. خلوا بالكم، لأن في أمور مخفية عني وعنك، السياسة عميقة جدا. أنا لا أدعي أني أنا رجل سياسي، أنا لا أعرف هاي الأمور ببساطة يعني، بس أشوف العمق. مين جاب السيستان للعراق؟ تعرفون دولة أجنبية جابتها؟ تعرف مين جاب خميني لإيران؟ مين جاب السيستان للعراق؟ شو الثمار اللي وضعها السيستاني وخميني الآن؟ هم اللي جابوه. محاربة الشر والخير موجودة. كمال يا هارس شو تريد تزرع لكم غير السيستان وغير خميني؟ شيء جديد مع الإخوان المسلمين؟ عند أردوغان في مصر؟ ما نعرف في سوريا في طالبان شيء جديد؟ لا نعرف هذه، بس راح نعرف أنه راح يكون دمار، بس معروف أنه دمار يعني. فصلوا وأطلبوا الرب أولا، واختاروا الشخص المناسب. ووجهة نظر غنات الأرامية للأمانة وللعلم أن غنات الأرامية غير مدعومة من ترامب، هي بتتكلم على الحق فقط. غنات الأرامية ليست غناة سياسية وغير مدعومة من أي جهة سياسية، وحتى هم لم يطلبوا من غنات الأرامية أن تتكلم في أخبار الانتخابات، ولكن كواجبنا كمسيحيين نرى أن الشخص المناسب لكم تنتخبونه هو ترامب، وأنتم أيضا أحرار. الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة. كبسونا على الشاشة أيضا، شاركونا حلقة مع الآخرين. وأيضا عندنا الدكتور باسم، هو من أمريكا بعد غليل، راح يكون معنا على الهواء مباشرة، وراح يعطينا آخر الأخبار لغنات الأرامية وللانتخابات الأمريكية أيضا. أستاذ حسين، أنا آسف طولت عليك في هذه هي الرسالة، تفضل أستاذ المايك معك. نعم أخ كريم، أعتقد أن الناس اللي موجودين في أمريكا وخارج أمريكا قد رأوا من هو الأفضل لكي له غيرة ومحبة كبيرة على أمريكا ويخاف على أمريكا أكثر، ويعني هم شافوا في عصر ترامب لم تستطع إيران أن تحرك ساكنة وتحجم من قوتهم، وكمالا هاريس وجماعة الحزب الديمقراطي هم دائما وين ما يكون إرهاب إسلامي هم أول الداعمين له، وين ما تقوم دولة إسلامية. يعني مثلا انظروا هسه، مين اللي ينطر لطالبان الحكم؟ مين اللي سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وخلى حركة طالبان الإرهابية اللي كانوا بحياتهم يحلمون يوصلون الحكم، خلاهم يوصلون الحكم غير بايدن والحزب الديمقراطي؟ إضافة مين بعصر منه انتشر داعش ووصل وانتصر وتمدد وظل يحرق بالناس أحياء ويقتل باليزيديين يغتصب بناتهم؟ مو بعصر أوباما وبعصر الديمقراطيين؟ فهؤلاء ناس لا ذمة ولا ضمير ولا أخلاق، هؤلاء ولا شرف، هؤلاء الهدف عندهم فقط تدمير الشعوب ومص دماء الشعوب، ولا يعملون لمصلحة أمريكا ولا لمصلحة أي الإنسانية. هؤلاء ناس عبارة عن مجرمين وليسوا أهل حتى سياسة، من المفترض أن لا يكون لهم أصلا مكان في الأمور السياسية، ولكن مع الأسف، لكن لما شفنا مثلا ترامب رجل مؤمن مسيحي ورجل يغار على أمريكا، يغار على الإيمان، عنده أفكار تصب في مصلحة الإيمان، الناس الإرهابيين يعرفهم قدرهم ويوقفهم عند حجمهم. يعني تركيا لما شاف دعم للإرهاب كبير جدا في تركيا فرض عليهم عقوبات اقتصادية، وصلت عندهم الليرة إلى 3000 دولار، 3000 ليرة.
فالرجل ما قاعد ساكت، لا، وين ما يكون إرهاب إسلامي يحاربه، يقمع الإرهاب الإسلامي، ولأجل صنع السلام بالعالم. فالأفضل الأفضل لكم كل اللي بأمريكا والمسيحيين وأنتم المسيحيين، الأفضل لكم والأفضل واضح جدا كوضوح الشمس أنكم تنتخبون المرشح الجمهوري دونالد ترامب. شكرا جزيلا أستاذ حسين، وبعد قليل أيضا راح يكون معنا دكتور باسم وراح يشاركنا في هذه الحلقة. حبايبي مرة ثانية أذكركم التكبيس والمشاركات مهمة جدا، شاركونا الحلقة مع الآخرين، وخلونا نبدأ في موضوع هذه الحلقة. وموضوعنا اليوم غزوات محمد وأسبابها. تفضل أستاذ حسين اشرح لنا ما هي غزوات محمد، ما هي أسبابها، خلنا ندخل في هذا الموضوع. نعم، تعريف الغزو أولا الكريم هو السيطرة على أراضي الغير واحتلالها بالقوة ونهب خيرات، أليس أكو تعريف غير هذا؟ بالفعل لا يوجد تعريف غير هذا التعريف. هذا تعريف الغزو. محمد في بداية دعوته كان على العقيدة النصرانية الأبيونية، فما استطاع أن يقوم بهذه الغزوات لأن أساتذته مثل الراهب بحيرة أبوه والقسيس ورقة ابن نوفل وعداس النصراني وخديجة، هؤلاء الرباعي كانوا يقودون محمد ويعطون النصوص والأفكار ويدعموه، لم يستطع في زمنهم أن يدعو إلى الغزو أبدا. لما توفوا هؤلاء جميعا وهاجر محمد إلى يثرب، ظهر هناك شخص آخر اسمه سلمان الفارسي، وعادت الفرس في لأنه عندهم إمبراطورية كبيرة وعندهم ثقافة عالية وعلماء، ودائما العلم يسوي انتفاخ. فعادتها مثل هذا الرجل كان فكرهم أنه السيطرة والاستيلاء والسطو والحكم، لأنهم يرون بأفكارهم أنهم يفهمون أفضل من الناس، فلا بد هم أن يديروا حياة الناس. هذا فكر سلمان الفارسي. وهذا سلمان الفارسي بدأ يشجع محمد على الغزوات والسيطرة بالقتل وبالإرهاب وبالقمع. قبل محمد كان عدة أنبياء كذبة في بلاد العرب، أمثال مسلم بن حبيب والسجاح والأسود العنسي وغيرهم من الذين ادعوا، خالد بن سنان العبسي وأمية بن أبي الصلت وعروة بن الورد، كلهم ادعوا النبوة وقالوا نحن أنبياء، ولكن دعواتهم فشلت ولم يحققوا أي شيء منها، لكن بقى ذكرهم في تاريخ العرب أنهم أصحاب تلك الدعوة. ولكن محمد الوحيد الذي بقيت دعوته. محمد 13 عاما لم يتبعه غير 70 شخص، وهذا يعني أنه لو استمر على نفس القضية سيموت، عندما يموت سيفرق أتباعه ويضمحل فكره. ولكن الغزو والسيف وإنشاء منظومة الدولة يحافظ على وجوده، لذلك سلمان الفارسي ساعده بتلك المساعدة الكبيرة، هو وشخص آخر يدعى دحية الكلبي، وكان يقول عنه محمد هذا جبريل، ودحية الكلبي من الشام. هؤلاء المصادر الرئيسية لدعوة محمد والمشجعين والداعمين له في يثرب لما هاجر إلى المدينة ومدينة يثرب، سلمان الفارسي ودحية الكلبي. بدأت غزوات محمد بداية على العرب إلى مثل ما تقول القوافل الصغيرة كان يسرق منها محمد. لدينا حديث هنا في الطبري يقول بس لا يعني خلينا نطلع الحديث الكريم.
تكبيس حبايبي، تكبيس اخواني، تكبيس ومشاركة. هذا تاريخ الطبري. الحديث يقول: وأما قوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، تفسير آية قرآنية، قال: حدثنا ابن حميد قال ثنى سلمة عن ابن إسحاق قال ثنى محمد بن مسلم الزهري وعاصم ابن عمر ابن قتادة وعبد الله ابن أبي بكر ويزيد ابن رومان عن عروة ابن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس قالوا لما سمع رسول الله بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب إليهم المسلمين وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم فخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. قال فخرجوا فلم أرادوا سلق قافلة قريش. يعني بداية دعوة محمد هي للسلب والنهب والسطو وسرق وسرقة الأموال وخطف النساء وسب النساء. هذه يعني أول معركة بالإسلام. يقولون قريش اعتدت، هذا كذب. محمد من اعتدى؟ محمد من بدأ بالغزوات. أوكي، ما هو من ممكن يجيك شخص يقول لك هو اللي اعتدى لأن هالناس كفار، راح يبشرهم بالدين. هل محمد بالفعل تكلم معهم إنه في دين والله ومحمد نبوة؟ لا، هو لم يتحدث، هو لم يذهب ويقول له تعال خلينا نناقشك بالإسلام. هو يجي قافلة قريش ملثمين، محمد وجماعته ملثمين، يسرخون القافلة ويروحون يقتلون اللي يعارضهم. هذه ليست دعوة سماوية، هذه ليست رسالة إلهية. هل الله يتعامل بهكذا طريقة؟ يعني يقطعين طرف بالطريق. إيه؟ نعم. ماذا عن الأغوام؟ هسه هذول غطاين طرق الغفائل والغبائل عرفها. طيب الأغوام مثل بلاد بلد كامل محمد راح لها، هو صحابته بالفعل راحوا كم مرة؟ الحديث يقول كريم لم يقل اذهبوا وقولوا لهم الإسلام وادخلوا الإسلام، لا. الحديث يقول اذهبوا إلى قافلتهم لعل الله ينفلكموها، يعني تأخذوها أنتوا أنفال. أنفال، هذا واحد. نوس على قضية سورة التوبة 29 أخ كريم، بداية شيء يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة سوف يغنيكم الله من فضله. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تفسير الطبري يقول الآيتين مرتبطة بعضها البعض، وهي فعلا 28 29. قال 28 بالإسلام انقطع سوق عكاظ وقطعت الأرباح التي تؤخذ من خلال الحج. لذلك ما الذي حصل؟ قال ولهذا السبب المسلمين أصبح عندهم فقر، ومكة بعد ما تجيب لهم أرباح مثل ما كانت تجيب سابقا في السوق عكاظ والتجارة وهيك. فالذي حصل أنه عوضهم بتلك الأموال التي ضاعت في مكة من التجارة، عوضهم بأموال أهل الكتاب الجزية، يروح يقتلون اليهود والنصارى. قالهم الله يغنيكم من فضله. كيف يغنيهم من فضله؟ قالهم روحوا قتلوا اليهود والنصارى وسرقوا أموالهم. وهذا يدل كريم أن الدين الإسلامي بدايته كان هو حركة دينية للعرب فقط، فهم عليه؟ هذا بداية الإسلام دليل على أنه حركة فكرية دينية عنصرية فقط للعرب، لكن هدفها السيطرة على العالم سياسيا. وإلا أنت إذا تكون دين تبشيري ودعوي لجميع الناس، كيف يقولهم
اخذوا الفلوس ويعوضكم الله بأموال الحج من أموال اليهود والنصارى. يعني هو الهدف يخلي القيادة في قريش، صح لو لا؟ نعم بالفعل. والهدف مالته أنه أنتوا العرب راح أعيشكم بفلوس اليهود والنصارى. يعني هم حرامية. إذن الهدف لم يكن لهداية اليهود والنصارى، الهدف لم يكن لإدخال اليهود والنصارى في الإسلام، الهدف كان فقط لأجل سرقة أموالهم والسيطرة عليهم سياسيا. هذه دعوة محمد. في عندك سورة الأنفال، سورة كاملة يحرض بها على القتل وسرقة الأموال. وبعد أيضا قال أهل الكتاب في، تفضل في مداخلة سيد النمر، معانا كمل مداخلتك وروح أرجع لي، بس أنا أذكرنا على التكبيس حبايب لأننا متأخرين جدا. نعم تكبيس خوان أخواتي. في عندك مثلا أيضا سورة الأحزاب 26-27 تقول: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم الله أرضهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير. هذا النص في القرآن لا يتحدث عن دعوتهم أو هدايتهم مطلقا، فقط يتحدث أنه روحوا قتلوا أهل الكتاب واخذوا بيوتهم وأموالهم وأراضيهم، وهذا يتعارض تعارض كبير مع ما يروج إليه الشيوخ اليوم، أننا لابد من أن ننشر الإسلام وندعو الناس ليدخلوا إلى الإسلام. هذا لا يوجد في القرآن. هذا القرآن قال تقتلهم وتسرق أموالهم وتأخذ أراضيهم وتخطف بناتهم، لأنه إذا دخلوا الإسلام بعد ماكو جواري، بعد ماكو استعباد وهجوم على أراضي الغير، ماكو سرقة للأموال، فهنا ينتهي الإسلام. بدون هذه الأشياء الإسلام ما منتشر، بدون إرهاب وبدون قتل وبدون استغلال وعبودية وطبقيات الإسلام ما منتشر. تقصد لا يستمر يعني؟ لا يستمر أبدا. أوكي حلو، شكرا أستاذ حسين. خلنا ناخذ أيضا مداخلة أخوي السيد النمر، لأن إحنا معنا أيضا ضيوف بعد قليل أعتقد ينضمون لنا في البث المباشر. أخوي السيد النمر سلام ونعم لك، ونرحب بك في هذه الحلقة. وعنوان اللي نتكلم عن غزوات محمد وأسبابها. أها طبعا ده شيء مهم. برحب بك، ربنا يباركك، وكمان أخونا حسين ربنا يباركك أخويا الغالي حسين. طبعا الأسباب الغزوات ديت بالنسبة حتى على الأقل ضد اليهود، هو كان عنده درجة كراهية كبيرة لليهود، ونجد أن الصحيح مسلم هو أراد أن هو يجلي اليهود، وأن هو راح لهم خاصة في بيت المدراس وهددهم، يعني مش هم اللي سعوا إليه، لا هو اللي سعى إليهم، راح لهم في بيت المدراس قال لهم: ألا تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: لقد بلغت يا أبو القاسم. راح لهم كلمهم مرة تانية قال لهم: ألا تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: لقد بلغت يا أبا القاسم. قال لهم: ألا تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد شيئا باعوا وإلا اعلموا أن الأرض لله ورسول. نجد كمان النية المبيتة عند محمد نبي الإسلام لإخراج اليهود من جزيرة العرب، وإن الكذبة الكبيرة اللي اصطنعوها عبر التاريخ إن اليهود هم اللي خونة للعهود، مع إن العكس هو اللي حصل، بدليل إن بعد معركة بدر الكبرى كان في غزوة لبني قنقاع، أو في راح ذهب محمد نبي الإسلام، وده أي مسلم يقدر يجيبها من على أي موقع إسلامي في السير والغزوات وغزوة بني قنقاع وأسباب، هيقرأ كل حاجة، ما فيش حاجة دلوقتي اسمها مش على المكشوف يعني، هيجد ان هو راح لهم بعد 7 أيام من انتصاره في غزوة بدر الكبرى وجمعهم وهددهم وقال لهم: انكم انتوا تشهدوا اني انا رسول الله وتدخلوا في الاسلام، وإلا سيكون مصيركم مثل مصير
قريش. قالوا له إن كنت أنت قدرت على قريش فإحنا ذو بأس ونستطيع إن إحنا نحاربك. يعني طيب لو كان الموضوع فيه عهود بين محمد نبي الإسلام فرضا، في عهود بينه وبين هذه الثلاث قبائل اليهودية اللي موجودين في يثرب، طيب مين اللي راح ينقض العهود؟ هو كان من ضمن العهود ديت ان اليهود يتركوا دينهم، ولا كانوا هم ادعوا قالوا ان في موضوع دفاع مشترك ما بينهم؟ ده هم اللي قالوا كمسلمين في رواياتهم، فاحنا بناخد على الروايات بتاعتهم وبنحاسبهم من قلب الروايات. اخويا الحبيب كريم قالوا ان في عهود، طيب مين اللي اخل بالعهود؟ هل بنو قنقاع هم اللي ذهبوا ليه وهددوه، ولا هو اللي راح جمعهم في ساحة المدينة وبعد كده قام بتهديدهم بدخولهم في الإسلام، يا إما يكون مصيرهم يكون نفس مصير قريش، خاصة إن هو راح بقلب جامد على أساس إن هو انتصر وأصبح ذو بأس وذو قوة وذو مال وأتباع، بدأ الأتباع يزيدوا عنده بسبب النصرة اللي هو والغنائم اللي حصل عليه. وبعدين اخترعوا لنا اختراع تاني، ما هو ما فيش مبرر ان انت تروح تهجم على قبيلة بسبب ان انت بتهددها تهديد مباشر، وهم ردوا على هذا التهديد قال لك لا، علشان يبقى الامر يعني باللغة المصرية يعني مبلوع ومقبول ومهضوم عند الناس، عشان نجد سبب وجيه للاعتداء على قبيلة بنو قنقاع، قالوا ان احنا نقول ان كان في راجل تاجر يهودي بتاع حلي، واحدة مسلمة راحت تصلح عنده الحلي، فالمهم يعني رفع ملابسها وتعامل معاها معاملة وحشة، هو واليهود أصدقائه، فعدى مسلم بيدافع عنها فقتلوا اليهودي، قتلوا المسلمة وقتلوا المسلم. مين اسم المسلمة؟ فنكوشة. مين اسم المسلم؟ فنكوش. ده يدل على إيه؟ على يعني اقتراحهم اختراع لقصص وهمية عشان يجدوا مبرر لغزو الاخر. فلو حبينا نقول ان هم مين اللي قام بنقض العهود هو محمد نبي الاسلام وليس بنو قنقاع، فانتوا لما تدعوا وتقولوا اليهود خونه ويكسروا العهود ويخونوا العهود، لا، اليهود ما راحوش هددوا محمد نبي الاسلام، لكن محمد نبي الاسلام اللي هدده. لما احنا عندنا الدليل على كلامك، عندنا آية قرآنية ايوه تقول، هي الآية القرآنية تقول براء من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين. معنات الآية الله ورسوله تبرأ من كل عهود. وبعدين يدعوا يقولوا اليهود هم اللي خونوا وهم اللي يخونوا العهود. ما في آية قرآنية ماذا نعمل بها؟ في سورة توبة الآية واحد براء من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين، أي اللي بعدها خذوهم واحصروهم واقعدوا في كل مرصد. يبقى احنا عندنا اخونا الحبيب كريم اول حاجة ان هو اللي كسر العهد بان هو اللي راح حددهم في ساحة بنو قنقاع بعد انتصاره في غزوة بدر. تاني حاجة ان هو خد الصحابة وراح بيت المدراس اليهودي هددهم في قلب بيت المدراس، اللي هو اللي ما يعرفش بيت المدراس اللي هو يعني زي الكتاتيب وزي الاماكن اللي بيعلموا فيها الدروس الدينية، راح حددهم هناك. وبعد ما هددهم بعد ما هددهم قال لهم اني اريد ان اجليكم، يعني ده امر واضح جدا هو النية المبيتة لاجلاء اليهود. وفي حديث صحيح قبل وفاته مباشرة قال لو اطال بي الله الزمان لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فهو شخص متعصب لا يقبل الآخر ولا يمكن أنه يتعايش مع الآخر، مع احترامنا لمشاعر إخواتنا المسلمين، لكن هو ده الواقع اللي من تراثهم ومن كتبهم احنا بنستدل بيه عليه. شكرا شكرا، وأنا معاكم على السلامة عشان أدي فرصة لأخويا جزيلا. حسين. طيب خليني أسألك سؤال عن الصحابة، لأن احنا معنا اتصال بعد قليل، راح يكون معنا اتصال على الهواء من استديو قناة العرمية. خليني يعني أستغل هذه الفرصة أخ حسين وأسألك سؤال. إن الصحابة اللي كانوا يقاتلون، يعني هم بلاش يقاتلون، الأموال إلهم للرسول لخاطر الدين، لماذا يقاتلون الصحابة؟ لا أبدا، كانوا جميعهم يقاتلون في سبيل الدنيا، وهو كان يقول لهم اغزوا معي تبوك تصطادوا وتغنموا بنات الأصفر، نجيب نسوان شقر، ناخذ نسوان شقراوات ونغتالهم ونغتال رجالهم ونخطف البنات. حتى واحد اسمه الجد بن قيس قام قال له كيف تفتنا بالنساء؟ تموت تدعي النبوة؟
انت رايح تهدي بنات العالم ولا تخطف بناتهم وتغتصب بناتهم؟ انت كذاب مو نبي. محمد فورا قال علي هذا منافق وان جهنم محيطة به. طيب هل اصبح الذي يدافع عن شرف النساء منافق، والذي يعتدي على النساء ويخطف بنات العالم ويقتل الناس هذا اصبح هو الشريف؟ يعني لماذا الاخلاق قلبت عند المسلمين؟ كان محمد يوزع عليهم الخمس بالتساوي، إلا هو كان يأخذ خمس الغنم عنه. يعني مثلا يوم بالغزوة حصلوا 100 بعير، مثلا يخليهم كل 3 بعير يقول له اتخذ الرجلية، اتخذ القلب، اتخذ ما أدري شنو أو ذا وش اسمه. ومحمد كان الواحدة يأخذ 20% من الغزوة، كله من كل غزوة كلها يأخذ منها 20%. اي بس ماكو بعير يغسمه بين 3، لان في احدى الغزوات اعطى ابو بكر 50 جمل، والجمل هو بعير. ممكن اقول حاجه اذا هو كان اخذ الاف من هذه الامور، كان يغزو قبائل باكملها وكان يخطف ويفعل ما يفعل. تفضل اخ سيدنا حسين. مساء الخير للجميع. قبل سيد النمر معنا احمد، بس يا ريت الاشراف لا تطلعون حد لو ما يعني لو ما احنا نطلع لان في مشاكل. ممكن نسال سؤال بناء على سؤالك ده اخ كريم؟ هم اصلا كانت شغلتهم ايه؟ هم ما كانش ليهم مهنه. هم ما كانش اصحاب مهن. خلينا ناخذ مداخله استاذ احمد وشوف شو على الموضوع بعدين. مساء الخير للجميع. انا عندي سؤال واحد بس عم بفكر فيه ما عم لاقي له جواب صراحه. اخي حسين، اليوم في كل الأديان أو في كل المجتمعات إذا الواحد بده يدخل على شيء دين أو على شيء ديانة لازم يكون في قواعد وفي فترات تلمزة وفي شوية تعاليم. فأنا بشوف كتير ناس في الشوارع في أماكن العامة مثلا مجرد أنه بينطقوا الشهادتين فلان رسول الله خلاص عبولوا له أنت صرت مسلم. طيب هذا بعد ما هالكلمتين هل يا ترى هذا بيعرف ما عنده فترة تلمذة بالنسبة للأحاديث أو الآيات خلينا نقول القذرة؟ شوف أخي، بالنسبة للمسلمين هذه القضية يخافون ما يحكوها الأجانب ولا يتلمذوهم على القتل، هاي يخلوه هو شوي شوي يغسلوا دماغه بالبداية هيك إذا صار معاه. بالنسبة بالعربي لا، بالجامع لا، يقول لك النبي يغزل، النبي يقتل، النبي كذا، بس هم مخادعين يعني يتلونون، فهم علي؟ يتلونون في كل فترة يغيرون جلدهم. نعم، يعني أنا قصدي أنه ما في فترة تلمزة عند المجتمع الإسلامي، فقط نطق بشهادتين. حتى لو ما تعرف اللغة بس تعرف كلمات ترددها وراء تقول، حتى لو تقول بالغلط مقبول. طيب بلكي هذا أحمد، خليني الآن أسألك سؤال. تفضل. أنت اسمك أحمد، كنت مسلم؟ نعم. كنت مسلم وتركت الإسلام؟ نعم. من أمتى؟ من حوالي 3 سنين. والآن آمنت بالمسيح ولا شو ولا فين؟ الحمد لله، نشكر رب. من امتى عملت بالمسيح؟ من حوالي 3 سنين كمان، يعني تركت انا بدرايه طبعا عن الاحاديث والايات الشاذه، لكن اليوم انا نص عائلتي اخواتي واخواتي مثلا مسلمين، فطبعا انا عم بعلمهم انه عندكم اخطاء بهدول الايات او ايات قذره او ايات تتحدث عن اغتصاب الاطفال او الرسول ذاته مغتصب الاطفال و الى اخره، يعني عم بفهمهم انه هذا الشيء، وطبعا بالاحاديث والارقام والايات والصفحات عم بفهمهم هذول الشغلات. صراحه يعني ما حدا عنده درايه بالاحاديث او بال يعني مثل ما تفضل حسين انه مخادعين هن، كيف مثل اذا خليني من هذا الحوار شوي، انا خليني اتعمق معك باسئله اخرى. انت تعمدت؟ نعم. وتروح كنيسه الان يعني تدرس تلمذه او درست التلمذه او شو وضعك يعني؟
هل في كنيسة قريبة مفتوحة؟ أنا كنت عم بدرس تلمذة في اليونان، لكن اضطريت أنه سافر فتركت الكنيسة، وهلأ عم بتابع من جديد كنيسة ألمانية، لكن في كثير شغلات ما عم بفهمها لأنه تغير اللغة كليا عندي. أنا ما ردت أسألك على المكان، بس ما دامك جاوبت باللبناء يعني في ألمانيا، خليني أنا أشارك معك. أنت من سوريا؟ نعم. في أعداد سوريين كثير تركوا الإسلام وآمنوا بالمسيح في ألمانيا، ما صحت هذا الخبر؟ طبعا أنا واحد الناس، الكنيسة اللي تعمدت فيها قبلي يعني تميت حوالي السنة سنة ونص بهذيك الكنيسة، قدام عيوني مثلا تعمد حوالي تقريبا خلينا نقول شغلة 500-600 واحد خلال سنة فقط في كنيستنا فقط. فطبعا هناك عدد هائل من الكنائس، فما بعرف كيف كانوا عم يتعمدوا بهذوليك المناطق. بس كان عندي سؤال، بس كان عندي سؤال في النقطة دي أخويا كريم لو تسمح لي بي. تفضل. هل أخويا الحبيب أحمد، بس بصراحة يعني بلغة، هل إن 500-600 دول ممكن نقول فيهم نسبة ناس بيقروا بالمسيحية لأجل مثلا الحماية، مثلا طلب الحماية أو حاجة زي كده، بدون الهدف إلى الإيمان نفسه، ولا هم فعلا ناس جايين من قلب تايب بجد برغبة حقيقية ان هم فعلا يعلنوا منهم بالمسيح، يعني النوايا بتاعتهم، هو ما يعرفش لربنا، بس اكيد من احتكاكك بيهم بيظهر كل حاجة قدامك، ولا انا غلطان؟ خاصة ان هم اخواتك من سوريا يعني. نعم، في الحقيقة يعني خلينا نقول 500 عائلة، طبعا لا يخلو الامر انه فيه عائلتين ثلاثة فقط من اجل الحماية او من اجل الاوراق. طبعا العوائل هذول بيكونوا عرب سوريا. أنا كشخص ماني عربي، أنا كشخص شفت الظلم وشفت الإهانات وشفت الاغتصابات وشفت قطع رؤوس وشفت بهادل 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 وسرقات وتكبيرات والله أكبرات ونهب لعند ما الله يقول حاج. يعني أنا تركت وتمسكت عن قناعة، أنا ما بدي لا الكنيسة تساعدني وما بدي لا الحكومات تساعدني. يعني أنا حتى في وضعي الآن، الوضع الحالي، أنا آسف للفظ طبعا هو بتجي مثل مسخرة، حتى إذا رحت لفوق وكان في جنة ونار ودخلت النار راح أخذ حطباتي وأحترق لحالي، ما راح أحترق مع حدا تاني. يعني من خلال أخويا أحمد احتكاكك بالأسر ديت نسبة بسيطة، ممكن تكون عائلتين ثلاثة أربعة بس في النطاق ده، لكن الخمسمية أسرة كلهم جايين عن طيب خاطر لشخص المسيح المخلص اللي حبهم وأنقذهم من الخطيئة وأنقذهم من العقوبة وأحسن إليهم. بالضبط صح، لأنه العائلات الأكثرية اللي كانوا معي ما زال أنه نحن على تواصل وزيارات ومنروح ومنجي، يعني ما زال انه متمسكين بالمسيحية، متمسكين بشكل قوي مو شلون ما كان. هل بيحكوا عن من كل قلوبهم عن اختبارهم للرب والحياة الجديدة، ولا ما فيش اي رد فعل منهم نتيجة ان هم بيقولوا ان احنا مؤمنين وتعمدنا؟ لا، بالنسبة للتبشير اكيد في تبشير، لكن لا انا ما فهمتنيش الاختبار الشخصي. يعني انا كل إنسان بيقول الكتاب كده، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، فأكيد كل إنسان اختبر المسيح بتلاقي ما بتسعهوش الفرحة من إن هو يخبر بكم صنع به الرب ورحمه، وبيبدأ حتى على الأقل لو مش بيشارك غيره يعني نقول يعني التبشير والأمور دي، بس على الأقل هو بيحكي عن تجربته الشخصية مع المسيح. فهل ده حاصل من الأسر دي نفسها؟ طبعا أنا واحد الناس، خليني أحكي لك عن حالي. أنا دخلت تركيا، طبعا أنا ساكن على حدود التركي، دخلت تركيا، وقفت في تركيا حوالي السنتين، وبعدين دخلت على اليونان، ومن اليونان كنت بحالة سيئة. يعني تعرفت على شخص أخذني وصرت أطبخ في الكنيسة طبخ لتقريبا 500 شخص كل يوم، بحيث انه لاجئين يجوا ياكلوا.
بهالفترة السنتين ثلاثة كنت كل يوم أطلع أطبخ لخمسمائة شخص. الناس هذول كانوا منهم لاجئين ومنهم يجوا للمساعدات ومنهم يجوا لأنه بيحبوا المسيح، كانوا يجوا على كنيسة. فأنا كان شغلتي مجرد طبخ وما طبخ يعني، فطبعا كنت عم بطبخ وكنت أنا مسلم. ففترة من الفترات كنت تعبان كتير يعني، وكنت عم بنظف بعد ما أكلت العالم وراحت. قعدت مع حالي هيك، ظهر لي مثل شيء أنا استغربته صراحة، بس كان شيء حلو، ظهر لي شيء حلو أنا في داخل الكنيسة. كنت لحالي بدي نظف الأرض وبعدين أقفل الباب بالمفتاح وأطلع أروح. ظهر لي شخص لابس أبيض وجهه نور، قال لي إذا أنت تعبان تعال عندي، فقط هاي الكلمة. طبعا بأسلوب اللي إجاني وبأسلوب اللي تحدث معي وبأسلوب اللي أنا شفته وبأسلوب اللي أنا حتى يعني يمكن مثل ما بقولوا العرب قرصت حالي، هل يا ترى أنا في حلم؟ نعم. فالشخص كان بعيد بعد تام عن الإسلام. أنا ما بعرف مين هو، يعني إذا قلت لك مين هو بدي أكذب عليك، لكن فقط اللي قال لي إياه قال لي إذا تعبت تعال عندي. وبعده صرت بعد هداك الرؤية، كانت الساعة 2:30 الظهر، بعد هداك الرؤية حبيت أنه يعني أحضر مثل جلسات قراءة في الكنيسة، يعني جلسات تلمذة. كان في عالم كتير عم تحضر وفي مترجمين كتير. بعد فترة تعمدت، لكن تعمدت يعني ما كان عندي وقت كتير أنه أضل هنيك كتير، فعلى السريع اضطريت أني أجي لأوروبا. ممكن أخويا كريم تسمح لي بس أسأله آخر سؤال لو أنا مش مخطئ في رأيي؟ ممكن نقول أن يعني ألمانيا كبلد ديمقراطية وبترحب باللاجئين، فما فيش ضغط أصلا على الإنسان المسلم إن هو يحاول إن هو يغير دينه عشان يتلاقي وضع أفضل، لأن اللاجئين في ألمانيا بطبيعة الحال سواء بغض النظر عن هويتهم الدينية هم مقبولين من الدولة والدولة بترحب بيهم، فمتهيألي اللي جاي عن طيب خاطر، صح كده؟ نعم. في كتير ناس، طبعا في كتير ناس اجت لهوني بالنسبة لألون حياة كريمة، ما أنه بعازت شيء. في منهم ما زال متشدد في بيوته طبعاً. قصدي هو ما يدورش في خلفيتك الدنيا، ما يهموش أنت تكون إيه عشان هو يرضى عنك، يعني هو قبلك بوضعك زي ما أنت نعم. مثلاً مسلم سني شيعي مسيحي درزي هو ما يفرقش معه، يعني الحكاية دي بالنسبة للدولة ما عندهاش تمييز فيها، فما فيش ضغط على المسلم هناك عشان يغير إيمانه، يعني هذا اللي أنا قصده. بالنسبة للألمان لا، ما عندهم هذا الشيء، لكن بالنسبة للشعب العربي في وفي بشكل مزعج، يعني شكل قاسي، شكل غير جيد. يعني كيف أنت مسيحي؟ نعم. ليش طلعت؟ ليش ارتديت؟ مو عيب عليك؟ بعد حالك، قليل الأدب، و إلى آخره. لكن اليوم أنا مثلا، خليني أحكي عن حالي، أنا مثلاً هون في هاي القرية في حوالي 150 لاجئ، 150 لاجئ في كنيستنا، فقط أنا اللاجئ في كنيستنا. طبعاً في لاجئين أوكران، عم بحكي لك عن حالي كمجتمع عربي. 150 لاجئ هذول فقط 2 منهم بيسألوا علي، ما تبقى لا سلام لا كلام لا مرحبا لا أهلين. حتى إذا 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 كان في اجتماع بشي مكان وأنا حضرت بيسمعوني كلام أو بلغوا الاجتماع مشان، لأنه أنا لازم ما أحضر، يعني أنا غير مرحب فيني بالنسبة للاجئين. أما بالنسبة للألمان أنا مرحب وكل الحب والاحترام.
اوكي، احنا نتمنى لك الخير والصحه والسلام اخوي الحبيب، ونشكرك من اجل هذه الكلمات ومن اجل كلام يبقى عليك الخلاص، ونشكر الرب من اجل حياتك، واستمر في قراءه الكتاب، واذا عندك اي سؤال او استفسار تواصل مع قناه العرميه اي بي ان سات، تواصل معي انا شخصيا او مع اخ حسين او سيد النمر، احنا تحت امرك اذا عندك اي استفسار او اي سؤال على الايمان المسيحي او اي بالنسبه عملت لك متابعه اخ احمد، عملت لك متابعه حبيبي، شكرا لك. بالنسبه للاعداد يا ريت غير هاي الصوره احمد. اوكي تكرم والله، هذا الحيوان يعني اسف لللفظ هو حيواننا يعني عندنا في البيت، وانا بحترمه كثير يعني صراحه. اوكي مش مشكله، اشوف لك اي صوره ثانيه وخلي على الصفحه. اوكي بالنسبه للاعداد اللي حضرتك حكيت عنه قبل شوي، مثلا انا واحد الناس بعائلتي اربعه صاروا مسيحيين، وانا كمان انا بخدم هذا المجال بعرف، ما انا مخلفيه استعمال واعرف اعداد كبيره، بس لا. انا متاكد للحب المسلمين، لان اخبار نفس اخبار اسلاميه، اخبار اسلاميه في المانيا قال اعداد اللي ارتدوا من اللاجئين تقدر ب 30,000. لا 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 اكثر هيك أكثر. هذه الاخبار يعني ما بحكي مع الاخبار، طبعا هي مجرد اخبار، هي ما تعطيك احصائيه، تقول مجرد 30,000 في كنيسه المانيه ايضا بعرفهم ذو المعرفه الناس، قالوا احنا صدرنا 3,000 شهاده تعميد 2,800 وما بعرف كم يعني تقريبا 3,000 شهاده تعميد في سنه واحده بس يعني. فنشكر الرب حصاد كثير، ونشكر الرب نفوس كثيره تاتي، ما نعرف اعدادهم بالضبط، احنا ما حاسبينهم. اخي العزيز حبينا نستفسر منك على هالموضوع مش اكثر. شكرا اخوي احمد. اخي العزيز خليني اقول لك شغله بالنسبه علي، لان عندي اتصالات اثنين من بعدك يعني، وخذينا وقت طويل، وعندي بعد اقل من ساعه البرنامج ارجوك. اوكي شكرا لكم حبيبي الغالي، والرب يبارك حياتك، وتواصل معنا دائما تحت امرك. اهلا وسهلا. طيب خلينا ناخذ مداخله الاخ عراقي اولا، قبل لا ارحب دكتور باسم، وبعد ارجع الدكتور باسم، لان دكتور باسم ايضا راح يشارك معنا. اخوي عراقي حبيبي تفضل مداخلتك، وموضوعنا هو غزوات محمد واسبابها. بصراحه مساء الخير طبعا عليكم كلكم جميعا. انا بس عدد دا داخل على موضوع المسيحيين بالمانيا او اللي صاروا مسيحيين بالمانيا، طبعا قبل انا من زمان عايش هنا. طبعا الشيء المتفق عليه واللي كل الناس عرفه انه المانيا ما تفرق موضوع اللجوء، ما تفرق، والدليل انه من 2015 2018 أكثر من 1,000,000 سوري مسلم أخذوا على إقاماتهم مسلمين. اللي صار شنو؟ شون الناس هسه بعد الإقامة وبعد هاي العيشة اللي عاشوا هنا بدأوا يتركون الإسلام ويصيروا مسيحيين. شافوا المعاملة، شافوا البلد، شافوا تعامل الدولة مع الفرد، شافوا الأمان وحقوق الإنسان والحياة الرغيدة اللي عايشيها، فشافوا الفرق، قارنوا بين بلدانهم المسلمة بين بلدانهم الإسلامية وهذه البلدان. أوكي إحنا ممكن نقول إنه ألمانيا يعني ما تعتبر دولة مسيحية، بس هما بالأول وبالأخير يعني يعني نسبة كثيرة من المسيحيين، والقانون اللي منفذي يعني اللي نافذ هنا على الإنسان هو كله محبة. يعني كل حقوق وواجبات، مجرد انت كلاجئ تجي حتى لو تكون مسلم تكون حالك حال الالماني، نفس الحقوق ونفس الواجبات، وانت مسلم وغريب واصلا اللغه ما تعرف. فشافوا هذا الاختلاف، شافوا هذا الفرق، شافوا المحبه وين، شافوا يعني المستقبل لاطفالهم وين، عرفوا انه الخلاص وين، عرفوا الخلاص. لذلك نشوف هواي ناس هم عندهم إقامة، حتى عندهم إقامة مفتوحة، وحتى راح يأخذون جنازة يا أخوي الكريم، لأن من 2015 يعني صار أكثر من 8 سنوات حتى بدأوا يأخذون جنازة، بدأوا يتجنسون، وبهذا الوقت عافوا الإسلام وصاروا مسيحيين. موضوع لا موضوع إقامات ولا موضوع مصلحة شخصية، الموضوع أنه هو شافوا السلام والمحبة. عراقي نعم. اسمح لي أسأل سؤال، هل الميديا العربية الضادة باللغة العربية زي مثلا قناة الأرامية والتبشير المسيحي اللي باللغة العربية ليه تأثير على المهاجرين السوريين والعرب لما راحوا بلاد أوروبا وسمعوا ببشارة الإنجيل عن طريق الميديا وفي نفس الوقت شافوا المعاملة على أرض الواقع، هل فعلا الميديا كان لها تأثير؟ طبعا أكيد
أكيد لما يشوفون أشياء بالواقع ملموسة ويجي للبيت يفتح تيك توك أو يفتح تلفزيون أو يفتح يوتيوب يشوف الشيء نفسه على الميديا أكيد يتعمق بهاي الأمور أكثر. طبعا حلو، شكرا شكرا أشكرك من أجل مشاركتك حبيبي. الله يرضى عليك. معنا أيضا دكتور باسم. دكتور باسم مرحب بك في هذه الحلقة، وكنا نتكلم في برنامج الحوار العقلاني أنا ولك حسين على غزوات الرسول وأسبابها، وأيضا أخذنا جانب بسيط من الانتخابات الأمريكية والصراع الانتخابي والحرب الروحية لما بين الخير والشر في أمريكا. فماذا تريد تقول لنا في هذا الإطار؟ أشكرك أخ كريم، أسا أنت فرحت قلبي أنه تكلمت عن الانتخابات الأمريكية أو الانتخابات الرئاسة وأيضا المواضيع الأخرى. So أنت أعطيته يعني بما فيه الكفاية عن غزوات محمد، ليش أسبابها طبعا، نتائجها طبعا، ولحد الآن تأثيراتها على المجتمعات من قبل 1400 سنة ولحد هذا اليوم. وأعتقد كل المشاهدين وإخوتنا المسلمين يعرفون أنه لما وصل داعش والقاعدة طبعا قبلها، لما وصل داعش وبوكو حرام وكل هذه المؤسسات الإسلامية أنه بيّنوا الصورة الصحيحة الواضحة ما هو الإسلام، مثل بالضبط رب يسوع المسيح لما تجسد الله، أوكي، شوفنا بيّن لنا من هو الله، شنو هو شكله، أخلاقه، مبادئه، everything، أوكي، تسامحه، محبته، غفران ماته، لسه طويلة عريضة. واللي أريد أقول الآن لأخواننا المسلمين رسالتي، أولاً أخت روان ما تقدر تكون معانا اليوم، صار عندها طلعة برا. اللي أريد أقول لأخواننا المسلمين أنه الأخ كريم والأخ حسين، وأشكر رب من أجل أيضاً أخونا المبارك السيد النمر معانا، وأيضاً أشكر الأخوة أحمد والعراقي عجبني كلامهم، نشكر رب من أجل كل هذه الأمور ومن أجل المشاهدين. ناو قص أخ كريم، أنت قلت أنه ماذا يعني ما هو رأيك في هذا الموضوع؟ مو شنو كان السؤال؟ عيدة مرة ثانية أرجوك. سؤالي عن الانتخابات الأمريكية، وهي بالفعل يعني الآن في حرب بين الخير والشر، فما هي وصيتك للشعب الأمريكي الناطقين بالعربية اللي موجودين داخل أمريكا، وكيف يقررون وكيف ينتخبون؟ لأن إحنا أمامنا تقريبا وقت قصير، فمن الآن يعني ما هي النصيحة من خلال قناة العربية؟ جور بالتأكيد. أولا العربية هي ليست فضائية سياسية ولا لها علاقة بالسياسة، لا في أمريكا ولا في العراق ولا في الشرق الأوسط، لكن إحنا لأننا فضائية مسيحية عندنا كرازة الإنجيل باللغة العربية وباللغات الأخرى. أما موضوع الانتخابات الرئاسية يعني presidential election، okay or yes election، أنا رسالتي باختصار أقول أنه أولا بالتأكيد، مو بالتأكيد يعني 1000% أنه الله يعرف منه هو خلينا نقول الخادم مالته من بين ذول الاثنين، ويعرف منه هو الشخص الثاني اللي الله ما اللي هذا شخص الله أو هذا شخص غير مرغوب به من قبل الله. أوكي، بالنسبة الله يعرف منه هو من، وحتى الله يعرف منه اللي راح يربح اللي راح يخسر، هذا إحنا اللي ما نعرف. بس الله يريدنا يا جماعة، خلينا نقول أنه وكأنه الله يريد يمتحننا إحنا، أنه نشوف أنت موقفك أنت شلون تشوف، يعني منو اللي راح تقرر تختار؟ الاختيار كلش مهم. وبالحقيقة يوم الخميس القادم أكو عندنا العنوان مالتنا من الاستوديو، راح نكون بحدود 8 أو 9 مع عدل 2 أو 3 يعني يكونون على الأونلاين معنا. عنواننا راح يكون أنه تجنب الأخطاء
القرارات والاختيارات الخاطئة، تجنب يعني thank you. Okay. تجنب القرارات السيئة واستعادة الإيمان. ليش؟ لأنه لما نسوي قرار غلط شي يصير أنه نقوم ننحرف عن الإيمان يسار أو يمين. قرار خطأ ملايين من القرارات هذا. So now أرجع إلى مسألة دونالد ترامب الرئيس السابق ترامب وكمالا هاريس. أنا شخصيا أنا راح أختار منه دونالد ترامب الرئيس السابق. ليش؟ لأنه مبادئه قريبة جدا من مبادئ المسيح والكتاب المقدس، بينما كمالا هاريس بالضبط بالعكس. ثانيا أنه خلينا نشوف كل يعني مشاهد مفروض يشوف أنه ماذا رأينا بآخر 4 سنوات من الديمقراطيين أو من السيد الرئيس جو بايدن. شنو اللي شفنا؟ شفنا بلاوي كثيرة. احنا نتكلم كمسيحي، انا ما اتكلم انا مو سياسي ولا يعجبني ولا اتابع السياسة، بس انا كمسيحي ونانا بلد الحرية، كل واحد يعطي رأيه، عندك حرية تتكلم. انا رأيي الشخصي ما شفنا بآخر 4 سنوات، هسا عفنا من الاقتصاد، عفنا من الحروب، عفنا من الحوادث، طبعا الحروب أيضا هذه ضد السلام، هل الله هو إلى حرب مثل هذا تفضلتوا أنتم محمد والغزوات؟ لو إلهنا هو إلى سلام، مسيح هو بطل السلام. So, بالنسبة إلي أنا راح أقترح أو راح يعني أرشح أو كب 10 أصابعي راح أوقع على منه أطمض على منه على ترامب. ثانيا نقطة أخرى رئيسية إلى المشاهدين حتى مو المسيحيين، إحنا أنا راح أتكلم مع المسيحيين بس حتى مو المسيحيين من ضمنهم المسلمين، بس راح أقول لك شغلات اللي هي أيضا هي ضد دينكم أوكي أو ضد معتقداتكم. مثلا أوكي نأخذ على سبيل المثال ترانسجندر، يعني بالقوة دا يعلمون أطفال الابتدائية والأب والأم ما لحق يحكي أنه إذا تريد إذا أنت بنية وتريدين تغيرين جسمك إلى رجل أوكي ما حد يقدر يقول لك لا وسع الحري أوكي. أو مثلا إذا طفل هاي وحدة ترانسجندر يعني تغيير الجسد تغيير الجنس أوكي مو بس بالفكر بالأمور الأخرى. نعم النقطة الثانية مثلا على سبيل المثال خلينا نقول الإجهاض abortion okay. الإجهاض يعني شوفوا الأرقام اللي صارت بال4 سنوات الأخيرة حالة يرثى لها، والسناتر يعني المستوصفات والمستشفيات والقوانين قوانين طلعت زواج الذكر والذكر والأنثى مع الأنثى واحتفالات سووا بها last Christmas before last Christmas okay. يعني أمور تقزز مقلب وكلكم تعرفوها زين. ترامب ضد كل هذولا وراح يسدها كلها زين، بينما الديمقراطيين متعمدين على هاجر هاي ما عدا دخول الأجانب المجرمين وكذا فاتحين الباب كم مليون حوالي 50 مليون 60 مليون كلهم مجرمين زين. وقبل بالمناسبة أنا راح أحكي هنا من منطقتي أوكي يعني في ميشيغان ولاية ميشيغان وأحكي في مدينة يا مدينة ستيرلينغ هايتس أو تروي يعني أنا شغلت نص ساعة وثلاث أربع ساعة بعيدة منه. ولد عمره 14 سنة زين ورأى بالمدرسة دخل على المدرسة وأبوه هو اللي كان نعطيه هدية زين الإصلاح بيوم عيد ميلاده، دخل وفرن كل الفشق مالته، قتل 2 من المعلمين و2 من الطلاب وواحد الاخ جريح. معناته شنو الاسلحه؟ سو اكو فرق شاسع يعني مثل بين الظلام والنور في القيد. المساله هي مو بس هنا بامريكا،
يعني المسلمين اذا انتم ريلي really اذا انتم تريدون شيء هنا حتى حياتكم تكون زينه وقوانين الدوله بحيث ما يضغطون عليكم انتم الاباء واولادكم يصيرون مفروض انه تروح تختار منه the godly man رجل الله الله. بالمناسبة أنا أدري يعني 100% أنه ترامب راح ينجح، وتدري ليش راح ينجح؟ راح ينجح لسبب واحد. بس قبل ما أقول شنو هو السبب، أنا راح أقول لك أنه أجيب لك قصة من الكتاب المقدس، أنه لما نوح، لما الله قال لنوح ابني قارب وأنا راح أعاقب البشرية بسبب كذا كذا كذا، بعد ما انتهت العملية وفعلا الله عاقب البشرية الإنسان، لكن وراها شنو طلع؟ طلع نشان أو علامة مال قوس وقزح، وهذا القوس وقزح هاي كان أنه الله قال بعد أنا ما راح أعيد ما راح أكررها هذه. طبعا بالأخير الـ same sex people أخذوها القوس وقزح كأنه هذا نشان مالت الصار. المهم بس وين صارت القضية أنه صارت الرب طمغ على ترامب أنه هو راح يكون بفجقة واحدة لما رادوا I don't care who was the سبب منه اللي كان وراء هذا الولد، بس أنا أعرف شيء واحد أنه الطلقة اللي مشت يم إذن President Trump هذاك كان يوم توقيع الله أنه هو راح يكون ليش لأنه راح يقتلون، ودائما الطيب الإنسان الخير رجل الله أو اللي يكره الشر دائما يكون مضطهد مثل يوسف الصديق مثلا. بس تعرفون شنو اللي قال يوسف صديق الأخوت؟ قال أنتم قصدتم شرا لكن الله حول الشر إلى خير من أجلكم من أجل مصر كلها. وفعلا هذا اللي ضرب الطلقة حتى يقتل ترامب هذا قصد شر، وهذا كان مدسوس وهذا كان مبعوث أوكي؟ ما نعرف منه هو، بس الله هو قصد شر لكن الله حول الشر إلى خير. شلون حول الخير؟ أنه انطبغت بعد That's it. ترامب صار رئيس وراح نشوف أوكي. هاي النقطة الأولى. أنا راح أرجع أخيرا على مسألة محمد وغزوات الرسول والأسباب والإلى آخره، ما راح أطولها. أنا راح أعطي 4-5 آيات إلى أخواننا المسلمين والمسلمات أوكي. وإنت يعني شوف أوزنها بالميزان مثل ما هسه أنا سويت مقارنة بين كمالا هاريس وبين ترامب. أنت على راحتك. المسيح قال أحبوا أعداءكم وصلوا من الأجل الذين يسيئون إليكم. شلونك بها هذه؟ هل هذه تتعادل مع اسم من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النقطة الثانية، أنا الرب يسوع المسيح قال افعلوا او يا اوكي افعلوا للناس كما تحبون ان يفعل لكم اوكي، يعني do to others as you want people do to you others do to you، يعني انه العداله okay. اذا احنا سو هذه يسموها بالانجليزي او بالعربي القاعده الذهبيه، هذا الكلام يعني do to others as you would like them to do to you، أو أتأكد هذه القاعدة الذهبية على شنو؟ على التعاطف والتبادل، وهذا شنو يسوي؟ يعزز اللطف، يعزز الاحترام المتبادل في علاقاتنا في تفاعلنا. ثالث نقطة، الرب يسوع المسيح قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد، يعني ده يقول الرب يسوع المسيح أنه لا تبعد الصنم ماتك، انت عندك اصنام هوايه، واحد من هذه الاصنام اللي هي الماده لا تعبد، مثل شلون مثلا خلينا نقول شيوخ بشرق الاوسط، ذول هم اصنام
وصنم فوق صنم وصنم فوق صنم. يعني مثلا بالشيعة مثلا صنم الأعلى منه هو خلينا نقول علي وحسين وفاطمة وإلى آخرين. زين فقال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، يعني بعدين الاحتياجات مالتك الله راح ينطيها إليك. بس شنو أعطى أول مرة؟ شنو الأولوية للقيم الروحية، أوكي، مكان الشواغل المادية وغير مادية. زين النقطة الرابعة، قال الرب يسوع المسيح لا تحكموا لكي لا تحكموا، يعني لا تدينوا لكي لا تدانوا على آخرين. فالرب يسوع المسيح هنا أيضا شنو سوى؟ حذر من النفاق في الحكم، ويعزز طبعا هذا التواضع والرحمة، وبهالطريقة يبنى المجتمع. شوف مجتمعاتنا بالشرق الأوسط شنو صار بها بسبب ما يفتقرون إلى هذه التعاليم، إلى هذا المستوى الراقي من الحياة. وبعدين أخيرا قال كلها من موعظة واحدة، موعظة الجبل، وتقدر تقرأها في إنجيل متى إصحاح 5-7. قال ربي يسوع المسيح كل من يسمع هذه أو كلمات هذه كلمات مني ويعمل بها يشبه برجل أو يشبه برجلا رجلا حكيما بنى بيته على الصخر. حتى المسلمين معظمكم تعرفون أنه بنايتين، واحد بنى على الرمل والثاني بنى على الصخر. اجى المطر واجى كذا العاصفة، واذا واحد وقع وواحد ما وقع. انا دا اقول لك من خلال هذه الاخوال البسيطة من الرب يسوع، انا ما دا احكي لا عن محمد ولا عن القرآن ولا عن الاحاديث، هذول اخواني كريم وحسين حجر، بس انا دا اقول لك باختصار حقائق بسيطة. يعني واحد شكد ما يعني ما عنده ضمير او ما عنده حكمه او ما قلبه يعني جامد حديد حجر، اوكي، هذه الكلمات مفروض يحس بها يقول لا هذا كلام حلو هناك لا كلام. فانت ليش ما تختار الى متى يعني تبقى انه تراوح بمكانك، اوكي، وباكر وعقب يمون بينه، مو صارت واضحة بالإنترنت، صارت واضحة بالسوشيال ميديا، صارت واضحة بالتيك توك، صار بالفضائية، صارت واضحة. أنا أنصحك عزيزي المشاهد إذا مسيحي بالاسم أو إذا أي شخص، ليش؟ لأنه الله ما يريد أي واحد من عندنا يهلك. ليش؟ ولهذا الرب يسوع المسيح إجلاك لكي يدين، وإنما حتى يعطي حياتي من أجلي ومن أجلك. كنا إحنا قطعة، ماك ولا واحد بينا بدون خطيئة أو قديسين، بس أكو فرق أنه إذا أنت توب وتريد ترجع. التوبة بادوي، التوبة مو معناتها صوم وصلاة، التوبة مو معناتها أنه تروح تعطي زكاة أو تروح للسعودية والكعبة تدور. نو، التوبة مالتنا توبة المسيح فشغل غير شغل أساس، أنا ما راح أروح بتفاصيلها. المهم باختصار أعزائي المشاهدين، أنا بالنسبة لي كملت، وأم سوري أخ كريم وأخ حسين وسيد النمر أنه تأخرت عليكم، بس اسمحوا لي أنا أقول بعض شيء يا جماعة. لو كقناة آرامية في هذه 9 أشهر الماضية صار وضعنا المادي شوية صعب بصراحة، أنا دا أقول شوية بس كل صعب، لكن ما يعجبني أن أطلب لأنه بهالطريقة أخاف أنه لا يصير يعني تخفيف في قوة كلمة الله. أوكي، أنا أريد تكون مركزة حتى لا تفتهموني غلط أنه هذا هم طلع واحد من هذول اللي يريد ملايين يخلي بجيبه ويشتري له سيارة مرسيدس وكذا وكذا. يعني أنا يعجبني أنه دائما أكون على وضع كريم، أخ كريم وأخ حسين، ومو يعني شوف يا سيارة يسوقون، أنا يعجبني أن أكون الحجر الحائط الواطي. ذول الاثنين
انا اعتقد حتى السياره بعدهم. ليش؟ لانه منين؟ anyway ما راح اطولها واعرضها. ارجوكم قبل ما تدعمون الاراميه واللي مثل ما قلت لك احنا فيها مس الحاجه، بليز اذا عندك 10 دولارات انطيها لهم ولا تعطيها لنا، الله يزودنا. اوكي سو بت لما توصل الى هذا المستوى اللي هم واصلين، انا ذاك تقول يس كلام المسيح فعلا كلام لما يقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، واو، لا تدينوا لكي لا تدانوا، واو، يعني هذه كلها احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم، واو، افعلوا للناس كما تحبون ان يفعلون لكم. هذا الذهب. واللي وبعدين باي ذا واي بعدين شوف انا ام سوري انه ربما في اليوم انا راح اكون سبب لك حتى انه راح تكرهني بيوم القيامه، لانه احتمال لما يجي يوم القيامه وتقوم امام الديان وراح يقول لك الله ذاك ذيك اللحظه، مو مره انت كنت تسمع واحد اسمه باسم غوريال و قال لك كلام قوي وانت رفضته، فانا ذاك انت منك راح تفشر عليه، بس مش يفيد الفشار مالتك، رحت الى نار جهنم وما تلقى هناك بشر، كلهم شياطين وروح شلت بها. ارتضي يا معود تعال للمسيح واقبل المسيح وراح تشوف فرح سماوي ويملأك من روح القدس ويحل مشاكلك. يس راح تكون عندك مشاكل أخرى بس هو يكون معك لأنه هو الراعي الصالح، والراعي شو يسوي الراعي الصالح؟ يعتني بالخراف مالته. قضية طويلة عريضة، هذا الكلام أصلا أنا حتى عبرت حدودي، سامحوني أخ كريم أخ حسين وأخوي السيد النمر، وقعدنا ليليان ايضا تفضل. كلام المسيح يملا قلوب الجميع. يا دكتور كان عندي افكار كثيره بصراحه، لكن اتكلم سلام المسيح تكلم. أشكرك دكتور باسم من أجل رسالتك، وأشكرك من أجل مداخلتك القيمة، وأشكرك أيضا من أجل تشجيع الناس على وإلفات أنظارهم على الحرب الروحية اللي موجودة في أمريكا والانتخابات، وهذا رائع جدا نركز على هذا الموضوع دائما، ونعرف أنه من نختار لكي يكون أولادنا وعائلاتنا ومستقبلنا أيضا في أمان. بالمناسبة الأخت ليليان تريد تحكي، أنا بس أريد أذكركم أيضا نسيت أقول وهي أمور نسيت أقولها، أنه راح إحنا اليوم بدينا بس مو برنامج كامل، لكن من الأسبوع القادم وخبرنا أمثال الأخ كريم وأخ حسين كل البرامج الآرامية أوكي حوالي 17 أو 18 برنامج أسبوعي كلهم هذولا راح يتكلمون بس يعني من اعتبارا من الأسبوع القادم، لكن هناك برنامجين كل أسبوع، واحد باللغة العربية والثاني باللغة الإنجليزية، أسبوعياً أسبوعياً إلى يوم 5 بالشهر، أوكي 5/11، وذاك اليوم راح يكون يوم عظيم وكل المؤمنين راح يهللون، كل اللي يريدون الخير راح يهللون، وعداء الله راح تصير يكونوا كايبين. تفضل أخوي. كلام المسيح يملأ قلوب الجميع، لأنه الدكتور باسم تطول في مداخلته، أنا عندي أفكار كثيرة راح أحاول أجمعها مرة ثانية وأتكلمها بملخص. بالنسبة للانتخابات أنا أؤمن بالكتاب المقدس طبعا مطلقا من أول جلدة إلى آخر جلدة، فالكتاب المقدس يقول قلب الملك في يد الرب الإله، تمام؟ فمهما كان قلب أي واحد راح يترأس ما راح يصل إلى الموقف اللي كان فيه المسيح لما كان قدام بيلاطس. بيلاطس قال للرب يسوع المسيح له كل المجد، قال ألا تعرف بأنه أنا عندي المطلق الشيء يعني أتركك حر؟ الرب يسوع شو جاوبه؟ قال أنت ما عندك شيء لو ما كان من فوق، تمام؟ لو ما كان من فوق. هذه أي أول نقطة اللي أقولها. طبعا إحنا نصلي دائما بأنه الخير ينتصر، لأنه هو العالم من تكوينه من أساس تكوينه دائما منقسم إلى عالمين، عالم شراني وعالم كله خير، تمام؟ فإحنا دائما بنشجع الخير
ودائما الخير بالنهاية هو اللي راح ينتصر. وبالتالي كان تكلمتم على غزوات، أعتقد الموضوع غزوات محمد وإلى آخره. حتى العالم الإسلامي منقسم إلى قسمين في نظري، عالم بيحب هذه الأشياء اللي أعطاها لهم محمد، اغنموا تبوك، تغنموا بنات الأصفر، يحبوا الزنا المحلل المقنن، كل التعاليم تبعوا بيحبوا المسلمين لأنه بيعطي لهم حياة يسرة. لكن في طبقة من المسلمين، خاصة من الطبقة اللي يفكروا بيشغلوا العقل، بتشوفهم أول فرصة بتجي لهم لما يطلعوا لبرا عشان يتحرروا من هذا الدين، تمام؟ وبالفعل ألمانيا عم يجي كثيرين من الناس إلى المسيح، مش لغرض مثل ما يقولوا بعض المسلمين من أجل الجواز أو من أجل الإقامة. ما فيش حكي بألمانيا، أوكي؟ يعني خانة الديانة ما لها علاقة، بغض النظر من وين أنت جاي، شو هو دينك، ما بينظروا على هذه الأشياء. وبالفعل فيك أعداد كبيرة باللاجئين اللي إجوا يقبلوا المسيح عن قناعة وليس على مود الأوراق. هذه ثاني نقطة. وثالث نقطة، كان يتكلم الأخ عراقي أعتقد على ألمانيا، ما حد يقول بأنه ألمانيا ليست دولة مسيحية، فهذا الكلام خاطئ. وإنما المفروض يقول الإنسان ألمانيا دولة علمانية، لأنه العلمانية هو أول من نادى بها هو شخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد لمن قال أعطوا ما للرب الإله للرب الإله وما لقيصر لقيصر. يبقى ألمانيا دولة علمانية لكن هي مسيحية، لأنه كل المناسبات الأعياد المسيحية هي عطل رسمية في ألمانيا غصب عنا أن في نبي الإسلام، أوكي؟ وفي تعليقات من أخ واحد عامل نفسه قتيبة رايتر، يعني أنت تقول عم تحكوا على أمريكا اللي هي سببت خراب دولكم العربية. أولاً هذه الدول اللي الآن حاكمين المسلمين هذه ليست دول عربية، ونحن لسنا بعرب، أوكي؟ أنتوا غزوتوها واحتليتوها. والإنسان المسيحي دائماً ما بيعيش بمكان بدون كرامة، يقول اخرجوا منها يا شعبي، عرفت؟ فالإنسان المسيحي ترك لكم الأرض عشان تشبعوا بيها، لأنه هذه الحجارة اللي أنتوا احتليتوها وبعدين يعني قمتم بإذلال الآخرين، دفع الجزية، إجبارهم على الإسلام ولا آخر، احنا ما نحتاج هيك بلدان. احنا المسيحيين بنعيش في بلدان عندنا كرامة، أوكي؟ فأنت لما أنت عامل نفسك رايتر كاتب، المفروض تعرف بأن هذه الدول ليست بعربية. هذه أول نقطة. وثانيا أنتم اللي غزوتوها المسلمين، هذه ثاني نقطة. وثالثا المسيحيين ما بيعيشون بمكان، تمام، ما عندهم كرامة دي. ورابع شيء، اشبعوا من هذه الأرض، من هذه الحجارة، شو لما تخلص هذه الدنيا هذه الحجارة ايش راح تسوي لكم، تمام؟ راح يكون مصيركم إلى الهلاك الأبدي، تمام، إذا ما قبلتم المسيح ورجعتم عن هذا الظلم والظلام اللي أنتم عايشين به بالإسلام. وشكرا لك دكتور باسم وكريم وحسين، شكرا لكم. يبارك يا أختي ليليا. شكرا، شكرا أستاذة ليليا. ونرجع لبرنامج الأخ حسين. الأخ حسين وبرنامجنا أيضا غزوات محمد وأسبابها، احنا أخذنا قطار بسيط جدا من هذا الموضوع. تفضل حسين المايك معك وكمل لنا الموضوع. على قضية كريم، مثل ما قلت لك للدراسات التاريخية تشير لأن حركة الإسلام هي عبارة حركة كانت دين عنصري فقط للعرب في بدايته، لكن لين صار والهدف منه السيطرة على العالم وحكم الناس وتركهم يعبدون ما يشاءون في شريطة إعطاء الأموال. هذه بداية الفكرة الأولى. أما العربي كان لا، إذا واحد عربي بالجزيرة العربية غصبا عليه يدخل الإسلام أو يقتل. أما أهل الكتاب كان يقول يعيشون بس بشرط، مو بجزيرة العرب، يجلون كما قال محمد ويسيطر عليهم وتكون الأموال للمسلمين. لذلك القرآن لما قال قاتلوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قبلها قال إذا خفتم عيلة، يعني الفقر. فهو الدين مبين هو جاي لمصلحة الجماعة الأعرابية اللي هم جماعة محمد، وإلا لا يوجد إله بهذه الطريقة، يعني يؤكد أنه هو يفضل ناس على ناس. بعض تفسيرات وتأويلات الشيوخ الكريم يقولون لا، هاي معناها أنه هو يفضل المسلمين بشكل عام، يعني حتى لو واحد يهودي أو مسيحي صار مسلم راح يكون له نفس الموضوع.
بس القضية ما فيها واضحة جدا، يعني يقول لك أنت خايف فقير ما عندك راح نغنيك بأموال أهل الكتاب، وهذا بحد ذاته جريمة. آيات القرآن لما تقول أنزل أهل الكتاب من ديارهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم الله أرضهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، هذا دليل واضح جدا أنه إله الإسلام لم يرسل محمد، إله الإسلام هو الشيطان، لم يرسل محمد لوضع أفكار في الناس بل لمعتقدات فاسدة، وأرسله لقتل وذبح وسلب وسرقة في الناس والسيطرة على أفكار الناس بالباطل بأفكار شيطانية ليست حقيقية. طبعا ما تفصلنا كثير في الغزوات، راح نتفصل إلها أجزاء أخرى نطرحها في هذا الموضوع، لكن علينا أن نعلم أن جميع غزوات محمد التي فعلها تقريبا 27 غزوة صحيحة موجودة بالكتب، غير السرايا والبعوث اللي حوالي 50 سرية وبعثة، وأحيانا السرية تكون 6 أشخاص، أحيانا الغزوة يبعث 5 أشخاص، وذول الخمس أشخاص هذا دليل واضح على أنهم هاجمين على بيت واحد، يقتلون الرجال ويسبون النساء، يأخذون الأموال ويأخذون الحلال والحيوانات، وهذا دليل أن محمد هو وأصحابه ما هم إلا شرذمة وعصابة فاسدة هدفها السرقة والنهب وليست ذات رسالة سماوية. كان يقول لأصحابه اغزوا معي تبوك تغنموا بنات الأصفر، لو كان نبي حقيقي من عند الله لا يقول للناس هكذا اغزوا معي تغنموا بنات الأصفر أو إنكم تسبون النساء أو تخطفوهن، هذا كلام لا يصدر من نبي ولا يصدر من إنسان محترم شريف، هذا الكلام يصدر من شخص مدعي النبوة كذاب ليس له أي رسالة سماوية. والأنبياء الحقيقيين هدفهم إيصال رسالة الله للعالم وليس أخذ الفائدة أو الأموال من الناس ولا يعني اغتصاب بنات العالم، هذا مو هدف الأنبياء الحقيقيين. محمد كان يقول لهم امشوا للغزوات على مود نسب النساء وناخذ الأموال والفلوس، إذن هو حركة سياسية ما لها علاقة بالله ولا بالدين أبدا. حسين بس نقطة قبل ما أنساها على تعليقك أنت، لو كان هو بالفعل نبي مثل باقي الأنبياء، لأن الأنبياء ليس من حقهم أن يشرعوا صح، وفي القرآن كل ما يعني إذا قضى الله ورسوله صح. حسين سمعتني؟ نعم. قلت اليوم هو الموضوع على الغزوات أكثر شيء إحنا مركزين اليوم. إيه يعني أنت تقول هو مو نبي، مو نبي. طبعاً أكيد. فإذا طبعا. هو يعني الإثبات بأنه مو نبي لأن النبي مو من حقه يشرع صح؟ yeah. وهو بالقرآن من اللي يقضي؟ الله ورسوله يقضي وكان يشرع وكان يحكم. yeah. هو لا إلى سلطان، يعني سوى سلطان دنيوي سلطان ديني، وهو اعتمد قشمروه جماعة من اليهود قالوا له سليمان حاكم عجان وسليمان عنده بساط يطير به وكان يحكم ونبي، فسوى يعني استغل الموضوع وبناء على قصص كاذبة أصلا استغل الموضوع أنه على أساس سليمان ملك، على أساس موسى جاب شريعة وعنده بعض التشريعات شرحها موسى وكذا، فهو اعتمد على قصص كاذبة ليس لها أصل في الكتاب المقدس وليس لها أصل في الكتاب لا اليهودي ولا المسيح، وراح لهذه القصص واعتمد عليها في سبيل يعني ماخذها كأنه تثبيت أنه أنا مثل الأنبياء السابقين. طيب الأنبياء السابقين ما كانوا يسوون لا ماكو واحد بيهم راح اغتصب ابني ولا راح قال أنا أريد أنشر دعوة الله لازم اغتصب بنات العالم واخطفه ووزعها على أصحابه، ماكو هيك نبي سوى هيك. وحتى محمد نفسه اعترف قال لم تحل الغنائم لأحد من قبلي من الأنبياء، أحلت لي خاصة. طيب إذا أحلت لك خاصة ليش جعلتها شريعة لجميع البشر؟ ما هي غلط، حسن نقول أنت أحلت لك خاصة الغنائم، طيب ليش رحت قلت للمسلمين كلكم روحوا هجموا على الناس وقتلوهم وخذوا فلوسهم ونسوانهم وأراضيهم وغنائمهم؟ يقول لك إذا ما قلهم هيك بعد ما راح يروحون ينشرون ديني،
إذا أنت شنو الهدف؟ هي مصلحة شخصية لمحمد. دينك شنو مثلا؟ أنت تجي لأهل الكتاب، أهل الكتاب قبلك عندهم هذا الكتاب ويؤمنون بالإله الواحد ويؤمنون تعاليمهم صالحة، وأنت تعترف بكتابهم وقرآنك يقر أنه كتابهم صح، على شنو بعد نشر دينك؟ ليش ما تقول روجوا لأهل الكتاب؟ ليش ما تقول نشر الكتاب المسيحي؟ إذن هو المصلحة شخصية من محمد، يريد يتمجد شخصيا، يريد هو يتخلد، يريد يكون اسمه بالتاريخ. حسد لما شاف اسم المسيح مشهور يريد يصير بداله. هذه دعوة محمد. وأنا أتعجب من كثير من القسان لما يعرفون هي هاي رسالة محمد، أنه هو ضد المسيح، يريد يكون مكان المسيح، ومع ذلك يتملقون للإسلام. مع كل الأسف. بالضبط، مع كل الأسف. مع كل الأسف. أنا هذه أيضا أمر أستغرب منه صراحة. ورسالة محمد واضحة جدا أنه هو يكون مكان المسيح. طيب شكرا أخي حسين. خليني أسأل سؤال أيضا ما دام إحنا بنعد بهذه الحلقة. من غزوات الرسول اللي غزاها الرسول، هل كلها على المسلمين، كلها على الكفار، كلها على اليهود، كيف كانت يعني؟ لا، في غزوة في ناس واحد اسمه أبو عامر الراهب كان مسلم، صنع مسجد لما محمد كان رايح في طريقه لغزوة تبوك. أوكي، صنع مسجد آخر غير مسجد المدينة، وكان يصلي من هو وجد ابن قيس. تمام أوكي، تعرف جد المسجد فوق رأسهم هذول المنافقين كريم. هو يسميهم المنافقين، الجد ابن قيس والجماعة ذول تخلفوا عن الغزوة. تمام، ما راحوا من الغزوة، صنعوا مسجد جديد وقام يصلي بهم أبو عامر الراهب، قال محمد نبي وأنا أصلي بكم. وهيك يعني مسلمين يصلون؟ إيه، هم مسلمين تابعين لمحمد، بس قالوا مسجد آخر. بدأوا يصلي بهم أبو عامر الراهب بالطريقة اللي سواها محمد. محمد سمع بالموضوع. أبو بكر وعمر وعثمان أيضا كانوا مخططين أنهم يصيرون الخلفاء. أبو عامر الراهب يريد يصير هو وراء محمد، وأبو بكر يريد يصير هو وراء محمد. في طريق الغزوة رادوا يشمرون من فوق الجبل، تعرف قضية العقبة. أي رادوا يشمروا أبو بكر وعمر وطلحة وسعد بن أبي وقاص، ذول الأربعة رادوا يرمون محمد من العقبة ويقتلوه حتى الخلافة تروح لأبو بكر. محاولة اغتيال كانت، محاولة اغتيال محمد. لأنه هم صاروا شياء أبو محمد متشلب بالحياة، يردون يستفيدون من بعده، يحطون أسماءهم أيضا تتخلد. محمد حما عمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وغيره، وسمع أنه أبو عامر الراهب مسوي شيء، فورا رجع. كان عدد كريم 30,000 مقاتل، محمد جمعهم اللي يغزو الشام. تمام، كان عامل غزوة على الشام ب30,000 مقاتل، هاي في آخر سنة قبل لا يتوفى. يعني هم كانوا لمدة سنة كاملة يخططون لاغتياله. وما أعرف الصراحة كريم بعد حادثة غدير خم، هو مو أرسل علي قال جيب لي أهل اليمن صاروا مسلمين وجيب لي منهم الخمس؟ شو ناس الشيعة يبوقون خمس من الشيعة المعممين، يبوقون خمس من الشيعة من الكويت يجيبون؟ عفية، وداي جيب الخمس. علي سوى، راح سوى له كارثة، لزم طفلة من الشارع وخذ الخيمة واغتصبها. الصحابة تفشلوا قدام الجماعة هناك، قالوا زين ذولا مسالمين، ذولا دخلوا الإسلام صاروا مسلمين، علي بن أبي طالب شلون يعتدي على بيتهم ويغتصبها؟ قالوا هاي صارت جاريتي، لزم البيت علي بنص الشارع وحط عبات عليها. شنو معناها كريم لما يحط عبات عليها؟ إلي حقي، هاي إلي. برافو علي، أحسنتم، هاي إلي. وكظل بيت اغتصبها. خالد بن الوليد وجماعة احترضوا، قالوا يا بي ذولا مسلمين، ذولا دخلوا الإسلام، شون علي يسوي هذا؟ فشلنا، هسه راح يحاربوننا، راح يسوي لنا مشاكل. قالوا نروح نشتكي للرسول. اشتكى علي، قام يخبث، قالوا أبد راح ماكو استراحة. قالوا هذا عنده سوء صحبة، يعني احنا حاطين النبي ولا علينا شهر طيحنا ودمرنا. لما رجعوا
فقضية غدي هنا لما علي سوى هاي الجريمة الفاضحة والفضيحة اللي فشل بها محمد، مو المفروض محمد يبين علي غلطان يرفع فلقة، صح ولا لا كريم؟ يرفع 50 فلقة 50 جلدة جلد. سوى محمد قال لهم علي هذا حقه يغعاد يغتصب حلال، أهم شيء يعوفها ما ينشلب، أهم شيء يظل مرته بس فاطمة، يأخذ ينكح الجارية مرة واحدة ويرجع. مشكلته مع فاطمة ومو مشكلته مع السبب النهائي. عفي. مشكلته مع فاطمة. قالوا من كنت مولاه فعلي المولاه رفع ايده. قالهم اللهم ولي من ولاه وعادي من عداه ومنصر من نصر واخذ من خذله. عرف أكو منافرة بينهم وبين علي. شفص علي. محمد طلع شنو؟ طلع يدافع عنه. هنا صار عندهم حقد ابو بكر وعمر، قال لك هذا شنو يريد، هذا علي سوى الجرائم. فلما رجعوا يغتالوا محمد كان جدا معصب اخ كريم ومعصب، هاي الخلفيه التاريخيه القصه. لما قالوا له ابو عامر الراهب والجماعه حاطين مسجد ضرار، قال لهم روحوا حرقوا المسجد عليهم هم بي، وحرقوا المسجد على الناس وهم يصلون بي. وهذا الحديث صحيح. فهنا احنا وهذه محسوبه غزوه من غزوات المسلمين على المسلمين. لذلك هو ليش حرق المسجد فوق راسهم؟ لانه حتى لما كانوا يروحون المسجد اللي كان يصلي بيه كانوا يستفادون من الفلوس ولا لا حسين؟ اختليلي هو قبله كان يهدد، لما واحد مرات يقول تهديد يسويه تمام؟ ايه. ولما واحد دائما يردد كلمه راح اسوي راح اسوي راح اسوي يعني يمكن 70% يسويها تمام؟ محمد كان دائما يقول هممت على قوم لا يصلون يتولي المسجد مالتي ان احرق عليهم بيوتهم. اوكي. كان دائما يهدد بهذا الكلام. فلما ابو عامر الراهب وذولا راحوا يعني سووا مسجد، محمد نفذ تهديده هذا الشيء اللي كان يوعد به وحرق الناس هم بالمسجد. المسجد مالته هو كان يخطب على العالم. كان ياخذ منهم فلوس مثلا يوم للايام اختي ليا محمد كان يصلون وراه زلم بالصف الاول والصف الثاني نسوان تمام؟ هذا في هو في الايه وين موجود الاخوي يسرع عليها في سوره التوبه الايه كم؟ اي ايه؟ مزج الضرار اعتقد الايه 79 60 60 او لا 60 اوكي هي بهالحوالي في سورة التوبة أخوي أغلى تفسير الطبري والغرطبي تجد يابين هذا الكلام. 107 سورة التوبة 107 سورة التوبة 107 وراء أي تفسير تجد مربطة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليخلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم كاذبون. يقول قالوا الا الحسنى، اردنا الا الحسنى. طيب اختي وكريم ليش قال من حارب الله ورسوله من قبل؟ يقصد على جد ابن قيس، عرفت؟ من قبل جد ابن قيس حاربه. ايش قال له؟ قالت شو النبي وتقول لي امشي اغزي معي على من تغتصب البنات؟ زين مو المفروض البنات يحبوننا ونهديهم للاسلام والناس تحترمنا، انت شلون تقول نغتصب بناتهم؟ شلون نسوي؟ هاي شيء تبره محمد هذا الكلام محاربة لله ورسوله، قال حارب الله ورسوله من قبل، هاي على الجد ابن قيس. لأن إيش قال له؟ كيف تغرين بالنساء؟ أيوة. الجد ابن قيس أشرف من محمد لأنه هو قال له أنا أساعدك بالفلوس بس عوفني من هذه السالفة، صح حسين؟ قال لا تفتنا بالنساء عيب عليك، ما تستحي، ما عندك شرف، ما عندك أخلاق. رزل محمد هنا من راح محمد جد ابن قيس سوى جامع، هو ومين؟ هو وش اسمه هذا؟ ابو عامر الراهب، وجمعوا الوادم، جابوا الوادم وحطوهم، محمد راح حركهم بالنار. طيب شو الراهب شو يعني دخله بالموضوع؟ الراهب المفروض يكون راهب مسيحي ولا شو؟ اي هو كان على اساس هو القران مدح الرهبان، ايش قال لك؟ كريم قال لك والذين من الرهبان الذين ورهبانية ابتدعوها ابتغاء مرضات الله، يقول هم سووها بدعة ارتضاء مرضات الله، يعني سووها للخير مو للشر تمام؟ امتدحهم القرآن فيها
وهذا قام الراهب كان راهب وصاير وي محمد قام عليه بس هو منافق يعني يريد مو عندك آية كريم كان النصراني يكتب لرسول الله بصحيح البخاري صح ولا لا؟ إيه تنصر بالجاهلية فيكتب ما شاء الله من يكتب من القرآن عفية وش قال؟ قال والله أنا الذي كنت أكتب لمحمد كان ذولا رهبان يكتبون لأخ كريم كانوا هواي يدعموه لأن بداية دعوته قبل من كان سلام هم كانوا يساعدوا لأن هم يردون ينشرون بدعتهم هذه الحنيفية الأبيونية كانوا ينشروها بجزيرة العرب بين الوثنيين هاي هدفهم شو هذا الشهود يا هو جايين يردون ينشرون رسالتهم شلون المرمون نفس الفكرة ذولا كانوا بدعة يردون يطششوها واستخدموا محمد حطويتهم عليه ودعوا له وقالوا له أنت مشي برسالتك ما توقعوا راح يقتلوا ويذبحوا هيك أنا دحكيك من أيام مكة للأمانة إحنا نحكي ما صح هم بدعة وهرطقة وهيك بس هم شنو ما علموا قتل ورهاب اللي علمه يقتل دحية الكلب وسلمان الفارسي دول الشخصيتين طلعوا جدا بيثرب لما هاجر للمدينة وجاب العصابة مالته صح؟ برافو عليك برافو عليك وانا عندنا 5000 تكبيس رجاء بعد 5000 عندنا خلونا عيد وحنا شداد دقيقتين نكمل لأن احنا عندنا 5 دقائق بس بعد خلنا نعطيك اثنين المايك ناخذ من آخر مداخلة ومع بس انت قولها كلمة اختيرية سألتني سؤال كلمة رجاك ولو احنا يعني برنامج تلفزيوني ما واحد يسابق الثاني بس ما يخالف المون اختيرية يوم من الايام عند صحيح مسلم البخاري لما كان نسوان يصلون بالمسجد اجاهم محمد قال انت صدقنا يا معشر النساء فرايتكن اهل اكثر اهل النار قال له ليش يا رسول الله قال له قال لهن لان انت تكفرن العشير واذا احسن لك الرجل العمر كله وشفت منه غلطه واحده تنسين كل الخير وظلين تشلبين بهاي الغلطه وتحكين عليه طبعا مو كل النسوان هيك كلام قبيح وتعميم خاطئ ومو صحيح طبعا فقال له شو نسوي قال انت صدقنا قال وحضر معه بلال وفتح بلال دجداشته وقامنا يضعنا من حليهن واقرام قرامطتهن وخواتمهن وحلقاتهن ويضعنا في سرة بلال فلوس يعني والنبي جابوا يا بلال يعني هو جايبه على مديبوك فلوس النسوان الشيوخ يكذبون كريم سامحهم شي يقول لك ها النساء اكثر اهل النار لان عددهم كبير مو هيك يقولون بس هو كذاب كمل الحديث الحديث يقول لي ان تكفرنا العشير لان تتعارك ويا رجلها صح فانا عندي سؤال اللي تتعارك ويا رجلها هاي بالنار واللي يغزي النسوان ويقتل الرجال ويقطع رؤوس الشباب والبنات يغتصب الأطفال وباسم الدين ويحرق الناس هذا بالجنة بس واحدة تعاركت ويا رجلها بكلمتين لمدة ساعة وبعدين تصالحها هاي بالنار وهذا محمد اللي يحرق العالم ويغتصب البنات ويخطف الناس ويقتل الأطفال هذا نبي هذا بالجنة هذا السؤال أريد تفكرون بي يا مسلمين شكركم جدا ربي يباركك اخ كريم والتحيه للجميع شكرا اخ حسين شكرا مداخلة. انا مداخلتي النهائيه يعني نصيحه رساله لكل المسلمين فتشوا كتبكم اصلا قبل الكتب الاخرى فتشوا الكتب الاسلاميه اقراوا القران بحياديه بعيدا عن القدسيه اقراوا سيره محمد نبيكم اقراوا احاديثه وقارنوه بالأنبياء الآخرين من خارج القرآن عشان تعرفوا بأنه محمد ليس بنبي أصلاً لأنه هو مجرد من كل صفات الأنبياء ولا هذا الموجود الله في القرآن هو الإله الحي الحقيقي لأنه بكل بساطة تقدر تقارنه بين صفات الله في القرآن وصفات الشيطان ستجدوها بأنها متطابقة وما في إله إذا أنتم تدعوا بأن هذا الله هو الخالق أن يخلق بشرية ويفضل طبقة على طبقة أخرى ويعني يحرض طبقة أن يقتل الطبقة الأخرى لأنه هو اللي خلقها تمام وما في إله بيقول اقتلوا العالم وما في إله بيقول لا تهنوا إلى السلم هذه كلها صفات الشيطان القتال للناس منذ البدء فتشوا الكتب وأنا أصلي لكل المسلمين من وكل الهندوس وكل البوذيين بغض النظر عن خلفياتهم أن الرب يعني ينور بصيرتهم عشان يعرفوا الحق ويصلوا للحق ويخلصوا
حتى لا يروحوا إلى الهلاك الأبدي اللي والانفصال التام عن الرب الإله. وشكرا لك أخويا كريم. شكرا كثير وشكرا أخويا حسين. أشكر المشاهدين اللي موجودين معنا. أشكركم من أجل تكبيسكم، من أجل دعمكم، من أجل مشاركتكم تحت هذه الحلقة لحد هنا. وانتظرونا في حلقات قادمة من برنامجكم الحوار العقلاني، والرب معكم. تعالوا معنا شباب، أنا راح أفتح لايف الآن. انتقلوا عند أخ حسين إذا تحبون، أخ حسين راح يفتح لايف. أهلا وسهلا بكم جميعا. معكم جميعا، تصبحون على خير.